يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان، وحلقة جديدة مهمة جدا من بلس 90. فركز معايا كده لحظة بلحظة عشان عندنا كلام كتير قوي وكواليس أكتر هنتكلم فيها ونوضحها لحضراتكم ونشرحها لحضراتكم، تتعلق بمختلف الملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه. طبعا احنا على مدار ساعتين كالعاده من الساعه 11 الساعه 1، فتابعونا لحظه بلحظه. النهارده الفقره الاولى والضيف الاول هو ضيف غايه في الاهميه، وهو الاستاذ ابراهيم عبد الله، عضو لجنه مراسم التتويج بنهائي الكونفدراليه من نادي الزمالك، عضو اللجنه المخصصه من نادي الزمالك لتنظيم نهائي الكونفدرالية. وهنتكلم معاه وهنشرح حاجات كتير قوي، وهو نفسه هنسأله في حاجات ليها علاقة بليه الشكل طلع كده، ليه الصورة كانت بالمنظر ده، هل الزمالك هو السبب في ان المنظر والمشهد اللي احنا شفناه يخرج بالصورة اللي احنا ما كناش نتمناها ابدا واللي اتصدرت للعالم كله؟ طب هل الاتحاد الافريقي هو السبب؟ طب مين السبب في الهرجلة والفوضى اللي حصلت في استاد القاهرة بعد المباراة واثناء مراسم التتويج؟ هنتكلم معاه في كل حاجه، في كل حاجه ليها علاقه بالشق ده تحديدا. الفقره الثانيه فقره مهمه مع الكابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الاهلي السابق، هنتكلم معاه في جوانب فنيه ليها علاقه بمباراه الاهلي امام الترجي والعد التنازلي ابتدى لهذه المباراه، هو ابتدى بقاله فتره، يعني هو ما فيش عد تنازلي اصلا. الاسبوع اللي فات يوم السبت كان الماتش، والماتش يوم السبت اللي جاي ماتش الاياب، ولازم الناس تركز في الماتش ده جامد قوي. فرحنا بالزمالك، بنفرح بالزمالك، مبسوطين جدا ان نادي الزمالك فاز ببطوله قاريه، ودي حاجه سعيده جدا بالنسبه لنا كلنا كمصريين. ان شاء الله الفرحه تكتمل بتتويج النادي الاهلي وبطوله دوري ابطال افريقيا، والاثنين يلعبوا سوبر مع بعض، واللي يكسب يكسب. المهم ان احنا نعمل او نحقق انجاز كويس للكره المصريه من خلال وصول قطبي الكره المصريه لمباراه السوبر الافريقي في مباريات من المباريات المهمه جدا والتاريخيه بكل تاكيد. فان شاء الله كمان هنتكلم عن النادي الاهلي وتحليل فني مهم جدا لهذه المباراه. طيب تعال بقى نبتدي كواليسنا، والريتم شويه هيكون سريع لان حضراتكم عارفين زي ما شرحت لكم كده في فقرتين مهمين. امبارح ربنا وفقنا ان احنا انفردنا بخبر غايه في الاهميه ليه علاقه باصرار الاتحاد الافريقي لكره القدم واللجنه المختصه او الاداره المختصه بالتحديد داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم على تغيير طاقم اخراج مباراه الاياب بين الاهلي والترجي التونسي. وشرحت لكم القصه امبارح من خلال انفرادنا اللي في الحقيقه الصحف المغربيه، وانا من نادر قوي ما اشوف الاعلام المغربي في امر يتعلق بالاتحاد الافريقي ياخد عن خبر انفرد بيه الاعلام المصري من خلالنا برنامج بلس 90، فدي حاجه احنا مبسوطين منها جدا والحمد لله توفيق من عند المولى عز وجل يعني. فشرحنا لحضراتكم القصه امبارح وقلنا ايه؟ قلنا ان كان في اتجاه عند الاتحاد الافريقي ومخاطبات وتواصل ومحاوله لوصول لاتفاقات مع الاتحاد المغربي او التلفزيون المغربي بالتحديد، ودي كانت اول مباراه في الاربع مباريات بتوع النهائيات افريقيا. فالتلفزيون المغربي يا جماعه احنا عايزين نجيب الراجل خوان البرتغالي عشان يكون هو مخرج المباراه دي، واحنا كده كده عايزين نجيبه كاتحاد افريقي واحنا اللي بنتحمل التكلفه، فعايزين نجيبه في الاربع ماتشات ذهاب واياب كونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. تمام؟ فالتلفزيون المغربي رفض وما وصلوش لتوافق او اتفاق، فبناء عليه كان المخرج في مباراه الذهاب ما بين الزمالك ونهضه بركان المخرج مغربي. المباراه الثانيه كانت ما بين الترجي والاهلي في تونس، محاولات كانت موجوده برضو من اللجنه المختصه او الاداره المختصه داخل الاتحاد الافريقي مع التلفزيون التونسي اللي رفض وما وصلوش لاتفاق، وبالتالي كان المخرج تونسي. بعدين جينا ايه على الماتشين بتوعنا بقى اللي هنا في مصر، ماتش بتاعنا بتاع الزمالك وماتش التاني بتاعنا بتاع الاهلي. ماتش الزمالك كان في محاولات مع التلفزيون المصري ما وصلوش اتفاق من قبل الاداره المختصه في الاتحاد، بناء عليه كان المخرج مصري. امبارح قلنا لحضراتكم من خلال انفرادنا ان في تحفظ كبير عند الاتحاد الافريقي لكره القدم على مخرج مباراه الزمالك ونهضه بركان في الاياب اللي هي الماتش كان بتاع اول امبارح، اللي الحمد لله نادي الزمالك فاز فيه بالبطوله. فالناس في البعض من جمهور الزمالك خد الخبر في الاطار السلبي، ان يعني هو المخرج عمل ايه وانت عايز ايه وانت مش عارف. يا جماعه انا بنقل معلومه، مش عارف ايه المشكله في كده. وبعض من جمهور النادي الاهلي يقول لك اصل انت مش عايز محمد نصر هو اللي يخرج. يا عم انا مالي، انا ماليش دعوه، ما اللي يخرج يخرج. اي حد لو كلمه اي حد فينا راح يخرج هروح اخرج وخلاص، عامل ايه يعني؟ انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، انا بنقل معلومه يا جماعه. بناء عليه اصر الاتحاد الافريقي بعد المخاطبات اللي انفردنا بيها وحضراتكم امبارح للتلفزيون المصري، اصر على
استخدام المخرج البرتغالي، مش الأسباني، البرتغالي اللي اسمه خوان. بالمناسبة هو برتغالي بيعمل في شركة أسبانية كبيرة، عشان الناس بس في لغط في الحتة دي. شركة أسبانية مختصة بنقل المباريات، لكن هو مش أسباني، هو جنسية برتغالي، بيعمل في شركة أسبانية مختصة بنقل المباريات. فأصر الاتحاد الأفريقي وقال للتلفزيون المصري، هو بعت خطاب رسمي للتلفزيون المصري النهارده، قال لهم يا جماعة أنا هغير المخرج، ده قراري ومش هتراجع فيه، وأنا اللي بتحمل التكلفة طبقا للوائح، أنا حر. وبالفعل وصل الخطاب للتلفزيون المصري النهارده، تمام، والحمد لله كنا انفردنا بالموضوع ده امبارح. اتعمل اجتماع رسمي داخل التلفزيون النهارده، وكان في مناقشات كتيره جدا، واستعرضوا فيه خطاب الكاف، وتم الموافقه بشكل رسمي على وجود المخرج البرتغالي خوان لاخراج مباراه الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي. طب اديك التفاصيل اكتر من كده، الكواليس الاكتر من كده. الراجل ده هيوصل بكره مصر، التذكره خلاص، تذاكر الطيران اتحجزت ليه، ومعاه اربع مساعدين منهم اتنين مونترين واتنين مصورين. الاتنين المصورين دول هيكونوا على الكاميرات، الكاميرتين الرئيسيتين الموجودين في استاد القاهره. خلي بالك التفاصيل دي ما حدش يعني مش هسمعها في حته. الكاميرتين اللي هم الكاميرتين الرئيسيتين في استاد القاهره هيكون عليهم الاتنين المساعدين الاوائل الاجانب لاخوان كمصورين، وفي اتنين تاني مونترين في العربيه معاه في الوحده 24 4K. انا بقول لك بالظبط بادق التفاصيل دي، احدث وحده موجوده، احدث وحده نقل بس اذاعه خارجيه موجوده دلوقتي في مصر. اهي قدام، الله ينور عليكم يا رجاله، هي دي تنقل كل الاحداث الكبيره في مصر، احدث وحده وفيها بتاع حوالي 24 كاميرا، فيها امكانيات جباره، يعني امكانيات جباره ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالراجل هيوصل بكره الساعه 10:30 مساء معاه اربع مساعدين اللي قلت لحضراتكم عليهم، بناء على اصرار الكاف من خلال خطاب رسمي وصل للتلفزيون النهارده، وتم اعتماد الامر، تم اعتماد الامر بناء عليه. خلال الاجتماع النهارده كان في غضب كبير من بعض المخرجين المختصين بنقل المباريات المصريين، هما بالمناسبة ما حضروش الاجتماع، بس لما عرفوا بعد الاجتماع نقلوا غضبهم، وكان على رأسهم محمد نصر المخرج الشهير اللي أخرج مباريات عديدة على مدار فترات كتير جدا في الكرة المصرية، واللي كان هو المرشح الأبرز لإخراج المباراة. بقول لك بالظبط كل التفاصيل. فالغضب ده نقلوه للمسؤولين في التلفزيون، قالوا لهم يا جماعة لا، ارفضوا، اتحركوا، ما ينفعش. اعترضوا، اعترضوا على الكلام ده، قالوا لهم اعترضوا على الكلام ده، ما كانش في اي اجابه وما فيش اي نوع من انواع الاعتراض، وتم الاستقرار بشكل نهائي على ان اخوان طبقا لرغبه او بناء على رغبه الاتحاد الافريقي ان يكون هو اللي هيخرج مباراه الاياب بين الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. طب الغضب ده كان ليه يا جماعه بتاع المخرجين المصريين؟ عشان التلفزيون التونسي فرض مخرج تونسي، التلفزيون المغربي فرض مخرج مغربي، والتلفزيون المصري نفسه فرض الاستاذ اسامه الهواري لاخراج مباراه الزمالك ونهضه بركان في الاياب. طب عشان نقول الحق يا جماعه، لولا اللي حصل اول امبارح في المباراه، في وجهه نظر الاتحاد الافريقي، في وجهه نظر من منظور الاتحاد الافريقي، كان ممكن يكون المخرج مصري عادي. لكن الناس ابدت استياء، ما عجبهمش. انا بقول لك معلومه، ليش دعوه بقى انت تستقبل القصه بانهي منظور، بس انا بقول لك المعلومه. لو ما كانش في استياء عند الاتحاد الافريقي من الاخر كده، ما كانش هيتغير المخرج المصري، كان هيبقى محمد نصر الاقرب هو. بالمناسبه محمد نصر امبارح الزميل العزيز بعت لي، كتب لي تعليق على صفحتي على فيسبوك بعد ما الخبر نزل، بعد ما خلصنا الحلقه، فبيقول لي انا ذنبي ايه يا هشام مش عارف ايه. قلت له انا ماليش علاقه، رديت عليه حتى ساعتها قلت له ماليش علاقه، انا بنقل معلومه، انا ماليش دعوه بالموضوع يعني. ومعلومه اتاكدت النهارده بخطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم. ادي كل القصه وكل الكواليس اللي بتتعلق بالاخراج في او الخاص بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه الاياب تحديدا بين الاهلي والترجي. وبعون الله بعون الله الاهلي يفرحنا ويفرح كل جماهير الكره المصريه، مش هتكون غريبة على الأهلي إن شاء الله، بإذن الله واحد أحد، بإذن الله واحد أحد، بإذن الله واحد أحد يحقق طول الدوري أبطال إفريقيا عشان الفرحة تكتمل. طيب هنا سؤال مهم قوي عشان أقفل بقى الحتة دي. أسامة الهواري، الأستاذ أسامة الهواري
اللي أدار مباراة نهائي الكونفدرالية ما بين الزمالك ونهضة بركان أول أمس، ناس كتير جدا اتكلمت عن إنه توقف، تحول للتحقيق، وإنه مش عارف إيه، وكله عقوبات قد كده ومش عارف إيه وكلام من ده. الكلام ده يا جماعة غير حقيقي بالمرة، وهقول لكم الأكتر كمان من كده. الأستاذ أسامة الهواري هو اللي هيخرج مباراة فاركو وسموحة يوم الجمعة القادم في بطولة الدوري المصري الممتاز. يعني اتكلف خلاص بشكل رسمي بمباراة جديدة في الدوري المصري، فما فيش لا أي إيقاف ولا أي غضب ولا أي غرامات ولا أي مش عارف تحقيق ولا الكلام من ده خالص. كل ما يقال ده غير حقيقي بالمرة، عشان أكمل لكم المعلومة للآخر. خلاص كده يا رب ما كناش نسينا حاجة في موضوع المخرجين بتوع مباراة الإياب بين الأهلي والترجي. طيب الاجتماعات، وامبارح احنا قلنا برضو مع حضراتكم الكلام ده، اجتماعات التنسيقية مكثفة جدا داخل النادي الأهلي، بالتحديد بعد ما حدث في أعقاب مباراة الزمالك ونهضة بركان من فوضى. في فوضى، كان في فوضى أصلا. مش هينفع يا جماعة حاجة زي كده يعني تتخبى، يعني ما باين تتخبى ايه، ده دي منتشرة، دي معروفة، ده كل الناس، ده العالم كله شافها. فكان في فوضى، كان في فوضى. فعشان يتم تجنب ما حدث، وعشان تبقى صورتنا افضل في الماتش اللي جاي، وهو محفل مهم جدا او نهائي مهم جدا لبطوله قاريه كبيره جدا، وهي الاكبر بطوله دوري ابطال افريقيا، مش مقبول ابدا ان في ظرف اسبوع او اقل كمان من اسبوع، في ظرف ست ايام يتكرر نفس المشهد. بالتالي الناس النادي الاهلي في الحقيقه الناس متمرسه جدا في مثل هذه الامور، بحكم ان النادي الاهلي ما شاء الله ولا قوه الا بالله بيوصل دايما لنهائيات افريقيا. لكن مش الاهلي اللي ممكن يكون ليه دور لوحده في التنظيم، لا، في اطراف اخرى. فبالتالي الاجتماعات التنسيقيه مستمره واصبحت مكثفه بشكل كبير جدا، عكس ما سبق، بالتحديد بعد ما حدث في مباراه نهائي الكونفدراليه بين الزمالك ونهضه بركان. طيب اجتماع زوم، ركز بقى معايا في اللي انا هقوله لك دلوقتي، نتج ايه عن الاجتماع ده؟ تحذيرات الاتحاد الافريقي اللي اتقالت النهارده في اجتماع الزوم بين الاتحاد الافريقي او مسؤول الاتحاد الافريقي او ممثل الاتحاد الافريقي مع المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وعدد من القيادات داخل القلعه الحمراء. تم التنبيه على النادي الاهلي بخصوص الاتي اللي هقول لك دلوقتي عليه. الكاف كان مركز طبعا كل السلبيات اللي حصلت بعد ماتش الزمالك اثناء توزيع الجوائز، وقال لك ايه؟ واحد اهتمام كبير جدا بالمقصوره، واخد بالك؟ ومقاعد كبار الزوار، لان في نهائي دوري ابطال افريقيا هيختلف شويه عن نهائي الكونفدراليه، لان هيحضر عدد كبير جدا من قيادات الكاف، تمام، ورؤساء الاتحادات الاهليه. في عدد كبير اكبر من بتكلم على المستوى الرسمي، وممكن وفد جدا من الفيفا يحضر، فبتكلم برضه على المستوى الرسمي، مستوى الحضور الرسمي، تمام. وبالمناسبه الاتحاد الافريقي دعا انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، فربما يحضر المباراه ممكن. فكان في تنبيه قوي على الجزئيه دي. خلاص، رقم اتنين بقى فيما يخص مراسم التسليم، ان شاء الله تسليم الجوائز باذن الله يكون النادي الاهلي، باذن الله يكون النادي الاهلي، والله لا يقدر، الله لا يقدر، ثواني يا جماعه، الله لا يقدر لو فاز الترجي، ان شاء الله ده مش هيحصل. اتمنى الالتزام من الجميع، لان ممكن الله لا يقدر الاهلي يخسر مباراه، بس مش عايزين نخسر صورتنا بشكل او باخر، لا غضب جماهيري ولا هرجله تحصل في الملعب ولا كان من ده. لو لا فاز الترجي هنقول له مليون مبروك، فزت بالمباراه عن جداره واستحقاق وشكرا على كده. مش عايزين اي نوع من انواع الشغب، انا بحذر يا جماعه من دلوقتي، عشان هتبقى العواقب صعبه جدا علينا كجماهير كره مصريه، وهيبقى الناس عندها حق. اي حد في الجهات المسؤوله في الدوله هيجي ياخد قرار يقول لك مفيش جمهور، مش هنقدر نفتح بقنا، انسى. تفتح بقك تقول لا يا جماعه والجماهير مش عارف ايه، لا خلاص بقى. فبعد اذن حضراتكم، الناس اللي هتحضر المباراه ان شاء الله باذن الله، وده معروف عن جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكونوا على قد الحدث ايا كانت نتيجه المباراه. بالتالي اكمل لكم الطلبات بتاعت الاتحاد الافريقي في الاجتماع بتاع زوم النهارده. قال لك رقم واحد، اثناء توزيع الجوائز مفيش حد من اسر اللاعبين ينزل الملعب غير بعد ما المراسم تخلص. طيب ولو نزل حد بعد ما المراسم تخلص، مراسم التسليم الجوائز، ينزل فردين فقط لكل لاعب من الاسره، اتنين بس،
ما تبقاش هيصه، اتنين بس من الاسر بتاعت اللاعبين، كل واحد ينزل اتنين، مراته وابنه، ابنه وبنته، ايا كان، المهم اتنين. خلاص؟ الاتنين دول هيتعمل لهم اي دي عشان يقدروا يمروا ويعدوا وينزلوا ارضيه الملعب. غير كده محدش هينزل. عشان ما يتكررش اللي حصل في مباراه الزمالك. هو انا بتكلم في كل التفاصيل دي ليه؟ عشان اللي حصل في ماتش الزمالك، وعشان المعلومات اللي وصلنا لها من كواليس ليها علاقه بالتنسيق لمباراه الاياب باذن الله تعالى، ان شاء الله تخرج على افضل ما يكون. طيب الحاجه الثالثه اللي اتكلموا فيها، قال لك مفيش لاعب من الاهلي ينزل وهو خارج القائمه الافريقيه، من الاهلي بقى ومن الترجي. مفيش لاعب ينزل وهو خارج، يعني مثلا الاهلي عنده عمر كمال عبد الواحد احد ابرز نجوم النادي الاهلي مؤخرا. عمر مش مقيد في القائمه الافريقيه، الزنفلي مش مقيد في القائمه الافريقيه مثلا يعني. هيروحوا يأزروا الفرقه من الملعب مفيش اي مشكله. ينزلوا اثناء مراسم التتويج ارضيه الملعب مش هيحصل. طبقا للتعليمات اللي حصلت النهارده واللي اتقالت النهارده في الجلسه بتاعت الزوم بين مسؤولي الاهلي ومسؤولي الاتحاد الافريقي لكره القدم. تمام؟ المقصوره الرئيسيه مفيش حد هينزل منها الى ارض الملعب عكس اللي حصل. احنا شفنا تقريبا جمهور، كل الجمهور اللي كان في المقصوره. الفنانه هنادي مهنا من فنانه جميله شاطره جدا بحب تمثيلها جدا. لقيت مش هي بس الامانه يعني، لقيت حاجات كتير جدا، صور وفيديوهات وبتاع متتجول في استاد القاهره هي وعدد من جماهير وما كانوا موجودين. انا بتكلم في اعقاب مباراه الزمالك و نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه، هي وغيرها 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 ما تتلمش في حاجه. هي واحده زملكاويه بتعشق نادي الزمالك، حقها تفرح. بس سواء هي او كل الحضور في المقصوره الرئيسيه والمقصوره الاماميه دي اللي تحت اللي نزلوا، والممر اللي عرضته لحضراتكم امبارح كان ممكن اي حد الله لا يقدر والحمد لله ربنا ستر يبقى فيه كارثه سوداء. كارثه سوداء كانت هتحصل. فانا مستغرب من كل الحاجات دي، انا مستغرب من كل حاجة. في زملاء صحفيين ومنهم زملاء معانا هنا، لقيتهم في كل حته في الاستاد. يا جماعه انتوا بتعملوا كده ازاي؟ انتوا عملتوا كده ازاي؟ اللي حصل ده حصل ازاي؟ فان شاء الله ده ما يتكررش. تمام؟ لان انا في الحقيقه اللي زعلني بصراحه المصورين المحترفين ما عرفوش ياخدوا صوره لنادي الزمالك ورجاله نادي الزمالك امبارح تعيش للتاريخ. يا جماعه الحاجات اللي زي دي بتبقى تاريخيه. فمنصه التتويج المفروض موجوده عليها لعيبه الزمالك، الجهاز الفني، الناس اللي لابسه الميداليات بتاعت المركز الاول، ياخدوا لقطه، صوره حلوه، صوره حلوه، كل واحد يحطها على موبايله يعلقها على الحيطه، تبقى للذكرى حاجه. ما كانش فيه الكلام ده، مش عارفين الناس الزملاء المحترفين المصورين مش عارفين يعملوا الكلام ده. معذورين ليه؟ لان شيكا حتى هو بياخد الكاس، شيكابالا يا عيني ابنه، ربنا يا رب يحميه ويخليه له، وولد جميل وعسول ادم، انا كنت خايف عليه وحياه ربنا. انا قلقت لما شفت الصوره وانا بتفرج على الماتش من التلفزيون، انا قلقت عليه. حتى شيكابالا نفسه لف بسرعه ودور على الولد، لحقه الحمد لله. يا عيني الولد كان عمال يبكي. طب ليه؟ عشان فيها رجاله، عشان في ناس كتير جدا نزلت. في الطبيعي، في الطبيعي ان شيكابالا هيبقى مش قلقان، مش هيبقى قلقان، هيبقى عارف يتحرك مطمن. لكن غصب عنه عيني مسك الكاس شيكابالا عشان يرفع الكاس ويعمل الحركه بتاعته الشهيره، عقبال ما اتحرك لرايح ناحيه زملائه. احنا ما شفناش اللقطه عدل يعني، حتى في التلفزيون مش عارفين نشوف اللقطه عدل. يا عيني الولد ادم في الزحمه اتاخد، الحمد لله اتلحق، كانت ممكن تبقى مشكله تانية. وانا يا جماعه ما بحبش بقى الناس تقول لك اصل الفرحه وغصب عن، انا مش مع الكلام ده يا جماعه. مش معقول، فرحه كبيره، الزمالك استحق اللقب، ما عنديش اي مشكله. يا جماعه بالمناسبه ضربه الجزاء الناس كان معايا مش ضربه جزاء، انا بقول لك دي قناعاتي. اما شفت لقطه واضحه جدا النهارده مش ضربه جزاء، وانا بقول لك اهو اتعرضت في الفار. ما اتعرضتش من اسامه الهواري مخرج التلفزيون، بس اتعرضت في غرفه الفار واتعادت وزادت. حلو، ايه ده بقى يا جماعه؟ بص بقى، ده المصور الكبير خالد دسوقي، ده مصور وكالات انباء عالميه، يعني حد جامد قوي في التصوير. كاتب ايه بقى؟ قال لك المصورين الصحفيين المحترفين واقفين بانتظام في انتظار لحظه رفع الكاس والتتويج لفريق الزمالك. مين الناس اللي على الشمال دول؟ وقيس فجاه شيكابالا ياخد الكاس ويطلع يجري بدل من انه يرفع الكاس مع زملاء الفريق لتسجيل لحظه تاريخيه في مشوار فريق الزمالك. مين يحاسب مين في مش يعني في الشق الرياضي، في الشق الرياضي حاجه زي كده ازاي تتعمل؟
طيب هتعرضوا صور ايه؟ اعرضوا لي الصور بتاعت المصورين الصحفيين وهم واقفين، لان دي مهمه جدا. لسه عندي كواليس ثانيه مهمه هقولها لحضراتكم دلوقتي. الناس واقفين بالتزام واحترام شديد وتنفيذ للتعليمات، وهم متعودين على كده في كل البطولات، ايا كان مين بيوصل نهائي، ايا كان مين الطرف، حتى لو طرفين مش مصريين تلاقيهم واقفين. بص الجمال، بص الحلاوه، بص الروعه، ناس محترفه واقفين مش عاملين حاجه غلط. هو دي اللقطات اللي بنشوفها يا جماعه في اوروبا، هي دي المكان المخصص ليهم في انتظار اللقطه بتاعت التتويج عشان كل واحد فيهم ياخد صوره او عدد من الصور. دول وقفوا في مكانهم، ناس محترمه عرفت تتصرف صح، واللي ماسكين موبايلات نازلين الملعب، واللي يعمل ريل واللي يعمل مش عارف ايه. فدي حاجه ان شاء الله اتمنى ان هي ما تتكررش. طيب معانا مداخله، مين يا جماعه قولوا لي؟ حلو، معانا واحد من نجوم نادي الزمالك الكابتن مهاب ياسر، صفقه نادي الزمالك الجديده. مهاب مساء الفل حبيبي يا امير، اخبارك ايه؟ كله تمام والله. الف الف لله. مليون مبروك، بطوله كبيره. الله يبارك فيك. قول لي الحمد لله. قول لي البطوله دي بالتحديد لما تكون على المستوى القاري وانت لسه مالكش كام شهر في نادي الزمالك، ايه انعكاسها عليك او تفرق معاك ازاي في بقيه مشوارك مع نادي الزمالك؟ طبعا بطولة تريحك يعني وتديك ثقة وانت لسه رايح بقالك اربع شهور بس في النادي او خمس شهور بالكتير، وتاخد بطولة قارية زي دي مع نادي الزمالك حاجة بتديك دفعة جامدة لبقية الموسم وتاخد راحتك اكتر. طبعا طبعا. طيب انا شفت انا شفت على وشك فرحة بعد الماتش جامدة جدا، حتى كان في احتفال مع الكابتن احمد سليمان، وانا بحترم جدا الروح دي خصوصا لما يكون لاعب مثلا لسه ما خدش فرصته في المشاركة وان يثبت نفسه لجماهير نادي الزمالك، لكن الروح دي اللي بتجيب بطولات للفرقة، مش بتشارك مالكش دور كبير قوي ملحوظ مع الفرقة، لكن في نفس الوقت انت فرحان من قلبك بالفوز ده. دي حقيقة، البطولة كانت اجواءها صعبة والماتش ده كان توتر جدا. توتر يعني جدا، احنا بره كاننا بنلعب قاعدين نجري ونتحرك من اول دقيقه اول فتره في الماتش كده كذا كوره بتجيلنا، فاحنا من بره متوترين جدا وبعد شويه جبنا جون بدانا نتوتر اكتر. بعد الجون اتوترتوا اكتر ليه بقى؟ بص بدات يعني ايه، احنا كنا بادئين كويس قوي بعد الجون، طبعا اللعيبه كانت تعبت شويه بعد جون 20 دقيقه ضاغطين، فبداوا الريتم يهدى شويه فبدانا احنا نضغط شويه فكله بدا يبقى متوتر. وكمان اخر دقايق دي بقى انت ايه خايف من اي حاجه، اللي هو لو حاجه حصلت لا قدر الله تبوظ كل حاجه. بس الحمد لله يعني عدت على خير. طيب مهاب قول لي قبل المباراه دور كباتن الفرقه كان معاكوا ايه؟ او بيتكلموا مع الفرقه ازاي؟ ايه ابرز الكلمات اللي اتقالت سواء من شيكابالا سواء من عمر جابر، سواء انا عارف الونش ممكن يكون ليه دور حتى لو الفتره دي هو مصاب ربنا يشفيه ويعافيه، بس هو من كباتن الفرقه، في اكتر من لاعب مهم يا رب ما نكونش نسيت حد يعني، زيزو كمان، قول لي الكلام كان داير ازاي؟ بص هو كله كان مركز في البطوله دي اهم حاجه عندنا، وكل الكلام ان احنا خلاص احنا وصلنا للنهائي وقدامك ماتش واحد يعني عندك 90 دقيقه وبعد كده تاخد بطوله بالظبط، فيعني مش محتاجه كلام كتير بقى خالص، انت تحسبها مع نفسك كده ومع الفرقه واحنا قاعدين في الاوضه كله بيتكلم ان انت تلعب 90 دقيقه تاخد بطوله. فكله كان عامل حساب للماتش جدا وكله كان مركز للماتش اللي قبليها بفتره، والحمد لله يعني ربنا كفينا بالبطوله دي. كان في اجواء حماسيه قبل المباراه، تحفيز من كباتن الفرقه من جوميز نفسه مظبوط؟ طبعا في محاضرات في الاوضه بينا وبين بعض وبيننا وبين المدرب كله كان بيحفز، حتى انت مع نفسك اللي هو انت يعني 90 دقيقه وبطوله صح. كانت حاجه بالنسبه لنا يعني مهمه جدا، الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا. دور جمهور الزمالك معاكو احكي لي، لان بصراحه المنظر كان اكثر من رائع. منظر امبارح تحفه طبعا طبعا. انت تدخل الاستاد اول لما دخلنا ونزلنا الملعب تشوفهم كده بالهتاف بالمنظر اللي هو لا انت ما ينفعش الناس دي كلها تروح زعلانه واحنا ما ينفعش نروح زعلانين طبعا طبعا طبعا. فلا هم الصراحه مجهودهم جبار طول الماتش 90 دقيقه في ظهرنا، تسافر غانا اي بلد هم وراك، فلا طبعا
يعني يسلموا على المجهود الجبار ده. والحمد لله قدرنا امبارح نفرح ونفرحهم معانا. الحمد لله اليوم عدى على خير اول امبارح بالفوز بالبطوله وتتويج نادي الزمالك بهذا اللقب الغالي. قول لي تتمنى تقابل مين في السوبر الافريقي، الاهلي ولا الترجي؟ والله يعني اي حد يكون موجود ان شاء الله نقدر ناخد منه البطوله. اي حد مش فارق معاك يعني اهلي ولا ترجي؟ اي حد موجود ان شاء الله نقدر ناخد منه البطوله. انتوا مركزين على البطوله الكبار؟ بس احنا مركزين ان شاء الله اللي احنا لو اي فرقه صعدت منهم احنا ان شاء الله نقدر ان شاء الله يكون الاهلي عشان يبقى سوبر مصري باذن الله، يعني سوبر افريقي بكوباية الكرة المصرية. طعم تاني. طبعا طبعا اكيد. اكيد. ان شاء الله يكون الاهلي. قول لي حاسس ان فرصك قربت تيجي مع نادي الزمالك تشارك بشكل اكبر وتثبت نفسك لجماهير نادي الزمالك؟ ان شاء الله. هو الوقت كان ضيق، الماتشات كانت ورا بعض على طول. الحمد لله شاركت في البطوله برضو طبعا، دقايق قليله بس مشاركه كويسه. تمام. ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تبقى اريح شويه في الدوري نقدر ناخد فرصه اكبر باذن الله. الدوري هل بتشوف ان هو بعيد عن نادي الزمالك ولا لسه نادي الزمالك في صوره يقدر ينافس على البطوله؟ والله هو مش بعيد، واحنا بدانا من بعد ما خلصنا الكونفدراليه اللي احنا نتكلم في الموضوع ده وبنحسبها بالماتشات فلا الدوري لسه موجود، فان شاء الله لو ربنا يكرمنا ونقدر ننافس على الدوري ناخد الدوري. طيب حابب ايه اللي تقوله لجمهور نادي الزمالك بعد البطوله دي وقبل عدد من المباريات المتتاليه حتى بعد التوقف الدولي بخصوص مباريات الدوري المصري؟ ايه الرساله اللي انت حابب توجهها لجمهور نادي الزمالك؟ طبعا احنا بنشكرهم وانا بشكرهم على الدعم اللي هم بيقدموه لنا. هم في ظهرنا من غير حتى ما يشوفونا لسه في الملعب دقايق قليله، بس دايما هم بيدعمونا. وامبارح اول امبارح الماتش يعني اول ما تخش وتشوفهم دي حاجه تانية خالص. الهتاف بالحماس بالروح دي تخلي اي لعيب نفسه يكون في الماتش ونفسه يلعب. صح صح. ونفسه الناس دي تهتف له. فطبعا بشكرهم وان شاء الله مزيد من بطولات مع نادي الزمالك ان شاء الله يا مهاب، وانا بتمنى لك يا رب كل التوفيق ومنتظر جدا مشاركه اطول مع نادي الزمالك عشان نشوف مستواك المميز وان شاء الله تتالق بشكل ملفت مع الفريق. بشكرك شكرا جزيلا مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك والمتوج حديثا ببطوله الكونفدراليه الافريقيه، ان شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق. بالمناسبه يا جماعه سالت مهاب تتمنى ان انت تقابل مين في السوبر الافريقي، الاهلي ولا الترجي؟ فقال لي احنا مركزين على البطوله زي ما حضراتكم سمعتوا كده، عايزين ناخد البطوله ده اهم شيء ايا كان هنقابل الاهلي ولا الترجي. لكن النهارده انتشر تصريح لحمزه المسلوسي في اذاعه تونسيه وتاكدت قبل الحلقه ان ده تصريح حقيقي، وقال في ايه؟ انا عندي تعليق بس بسيط. قال في اتمنى فوز الترجي التونسي على الاهلي المصري. فتلاقي البعض اللي قال لك ايه يا عم اللي بيقولوا ده لعيب في الزمالك وازاي ومش عارف ايه، ما طبيعي يعني هو طبيعي جدا ان حمزه المسلوسي يروح قايل ايه انا عايز الترجي يكسب لان هو ده فريق بلده. هتقول لي ما مهاب مثلا دلوقتي ما قالكش عايز الاهلي يكسب، كل واحد يعني ممكن مهاب حسبها بشكل مختلف ايا كان. امبارح اعتقد في تصريح انتشر لدونجا نجم وسط نادي الزمالك قال لك اتمنى التوفيق للاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، واخد بالك؟ فطبيعي كل لعيب بيفكر او بيتمنى ان فريق بلده هو اللي يكسب، ما فيهاش اي مشكله في وجهه نظري او في رايي يعني شايف كده. طيب قبل ما اروح لكواليس النادي الاهلي عندي بعض الاخبار السريعه داخل نادي الزمالك. امبارح كنا قلنا لحضراتكم ان بنسبه 99% احمد حمدي رباط صليبي، النهارده للاسف الشديد تاكدت الاصابه بعد ما الورم تلاشى فاتعملت الاشعه، فالناتج كان ايه؟ للاسف الشديد احد اللاعبين المميزين جدا احمد حمدي تعرض لاصابه بقطع في الرباط الصليبي، هيغيب لمده قد تصل لتسعه اشهر. هتقول لي ايه يا استاذ الرباط الصليبي ست شهور؟ البروتوكول الجديد بتاع الاصابه يا جماعه قال لك ايه؟ تسعة شهور عشان تبقى في السيف سايد تامن نفسك. اتمنى ان احمد ما يستعجلش، موهبه كبيره ان شاء الله. يعني اكمل اللاعبين اللي رجعوا بعد الصليبي الاولاني جالهم صليبي تاني، عندك مثلا اكرم توفيق، عندك الونش، عندك حجازي، عندك محمد محمود وهو كان في عزه، حسني عبد ربه قبل كده، في ناس كتير جدا جالهم صليبي في التاني. فالرساله المهمه اللي لازم يركز عليها احمد حمدي اوعى تستعجل، الاستعجال ممكن يطول المده اكتر.
كلنا في ظهرك يا احمد، لعيب كبير جدا موهوب قوي، عندك امكانيات رائعه يعني. كنت ابتديت بقى خلاص بقى خدت كل الاجواء بتاعت نادي الزمالك، بتاعت الجمهور، والجمهور بقى يحبك قوي، ومش سهل حد يخش قلوب جماهير الزمالك، مش سهل ابدا. تمام، فان شاء الله يرجع سريعا احمد حمدي، وبالمناسبه هيعمل الجراحه في الخارج وكل الاجراءات بتخلص خلال المرحله الحاليه. طيب، الزمالك بدا التحرك للاحتفاظ بمحمد شحاته لاعب طلائع الجيش المعار لنادي الزمالك في شهر يناير الماضي، واللي بيتالق جدا، واحد من المواهب العظيمه قوي في المستقبل، بس يركز يفضل بالمستوى ده او يطور من نفسه بشكل اكبر، لكن كواليتي وخامه رائعه ممتازه. فالزمالك من دلوقتي بيتحرك لشراء عقد محمد شحاته من نادي طلائع الجيش. هتقول لي هنا سؤال مهم، هتقول لي هو اصلا العقد عامل ازاي؟ يعني هو اعاره بس ولا اعاره بنيه تفعيل بند الشراء؟ لا، بنيه تفعيل بند الشراء. معنى الجزئيه دي ايه؟ طبقا اللي انا سالت عليه قبل الحلقه، قال لك ان الزمالك يدفع الفلوس، يتفعل البند، يدفع الفلوس اللي في العقد، يتفعل البند على طول، فمش هيكون في اي مشكله. او ممكن مثلا ممكن البعض يقول لك طب ما الاهلي ممكن يخش في الصفقه. لا، ما اعتقدش انه هيكون وارد طبقا لبنود التعاقد اللي انا سالت عليها قبل الحلقه. ما اعتقدش. لكن الزمالك هيلحق بسرعه من دلوقتي، خلاص مش محتاج الراجل يثبت حاجه. انا اشوف ان محمد شحاته ده مش محتاج يثبت ان هو لعيب جامد، ما شاء الله لعيب جامد جدا، لازم الزمالك يخلص دلوقتي على طول. فده بخصوص التحرك بتاع نادي الزمالك اللي بدا. طيب، محمد صبحي وافق على كل طلبات الزمالك لتجديد عقده، وبيتم دلوقتي تجهيز العقود، وتجديد صبحي هيكون مهم زي ما اتكلمت في الجزئيه دي اكتر من مره. خلاص، الفريق طبعا عاد للتدريبات النهارده استعدادا لمباراه مودرن فيوتشر، ماتش بعد بكره صح؟ اعتقد بعد بكره الخميس. وجوميز حذر اللاعبين من تهاون في مباراه فيوتشر، وقال لك احنا خدنا الكونفدراليه، انسى بقى الكلام ده، احنا عايزين نلحق نفسنا في الدوري لان الوضع صعب. وقال لك مفيش تهاون في اي مباراه مقبله، ومش هقبل بفقد اي نقطه لان الموضوع مش مستحمل. فده كلام جوميز مع اللاعبي نادي الزمالك. طيب، اخر حاجه في نادي الزمالك عشان اختم الجانب الزملكاوي، الزمالك تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا، واكد واصر على انه مش هيلعب ماتش بروكسي غير باللعيبه الدوليه بتاعته. مش عارفين عددهم لسه، لان الكابتن حسام حسن لسه ما اعلنش عن قائمه بتاعت اللاعبين الدوليين، او عفوا اللاعبين عند منتخب مصر من الاهلي والزمالك والانديه المحليه. لكن في كل الاحوال الزمالك بيقول لك انا عايز العب ماتش بروكسي باللعيبه الدوليه، خصوصا الاجنده الدوليه مش هتكون ابتدت، هي ميعادها يوم 3، فدي مشكله. عشان كده بقول لك الاقرب، لان الاهلي برضه بيطالب بنفس الموضوع، الاقرب ان يتم تاجيل مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز في دور 32 من بطوله كاس مصر، لكن هننتظر ايه اللي ممكن يحصل في الجانب ده. ده بخصوص الزمالك. نروح لفاصل سريع يا جماعه، نرجع الاهلي ولا ها؟ طيب، نكمل يلا بينا. طيب، خليني حاجه برضو من الكواليس قبل ما اروح للاهلي، لان كنت ناسيها في الحقيقه. يعني احد اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم، او احد المسؤولين عشان اكون دقيق، داخل الاتحاد المصري لكره القدم تواصل مع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي مبارك له على البطوله، ونقل حاله الغضب الكبيره تجاه ما حدث بعد المباراه، وقال له احنا كاتحاد كوره هيجي لنا خطاب من الكاف بالعقوبات، مش هنقدر نعمل حاجه. فاحنا بنتواصل معاك من دلوقتي عشان تشوف هل في خطاب من الزمالك يوضح من خلاله اللي حصل، هل هتبعت للاتحاد الافريقي تقول ايه الاسباب اللي ادت لكده، طب هل انت كان ليك دور بارز في القصه ولا لا، كلام من ده. فالتواصل حصل عشان ما بين طبعا مسؤول الاتحاد مع الكابتن حسين لبيب عشان يحط النقط على الحروف، او عشان يعني ايه يسبق له القصه شويه، يقول له خلي بالك هيجي خطاب من الاتحاد الافريقي، احنا كاتحاد كوره احنا مش هنقدر نرد على الاتحاد الافريقي، هيقول لنا في عقوبات هتطبق على نادي الزمالك قد تصل لكذا، بيقول لك احتمال تعدي 300,000 دولار، وده مبلغ كبير ممكن تزيد عن كده، الزمالك واخد 2 مليون دولار وفشد الاحتياج لكل دولار. فده تواصل حصل. كابتن حسين لبيب اكد للاتحاد ان اللي حصل ده كان ناتج عن الفرحه الكبيره جدا، وكان خارج عن اراده منظم المباراه من قبل نادي الزمالك. خلاص، فده يعني التواصل اللي حصل بالشكل او باخر، يعني في الحدود دي مفيش حاجه اكتر من كده. طيب، احنا قلنا اخبار الاهلي يا جماعه صح؟ ناقص بس في الاهلي
بعض الامور البسيطه. النهارده احمد عبد القادر في النادي الاهلي شارك في تدريبات الفريق الجماعيه. الاهلي النهارده عاد للتدريبات الجماعيه. فاحمد عبد القادر بيشارك، فهو ورقه مهمه جدا لو استقر كولر على انضمامه لقائمه النادي الاهلي في مباراه السبت باذن الله تعالى، ونشوف لازم يكون موجود احمد القادر حل من الحلول المهمه. فالنهارده شارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، وواضح جدا مدى جاهزيته لمباراه الاياب. ونسبه ال 10% اللي اتكلمنا عليها لو تفتكروا قبل ماتش الذهاب قلت لكم في 10% لاحمد عبد القادر، السلاي بعيد، في 10% ممكن يلحق احمد عبد القادر. ال 10% الحمد لله حصلت، فشارك بشكل كويس وهيشارك بكره عادي في التدريبات لحد موعد المباراه، بالتالي فرصته في التواجد كبيره جدا. كوكا برضه فرصته كبيره ان هو يكون موجود في القائمه لانه بقى جاهز، كان عنده كدمه في الركبه على ما اتذكر، بقى جاهز للمشاركه في المباراه على حسب الرؤيه الفنيه لكولر. بالمناسبه النهارده الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم زار النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وعمل جلسه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وهي جلسه كانت شويه روتينيه، واستعرضوا فيما يتعلق بتنظيم المباراه النهائيه وناقشوا بعض الامور اللي على الساحه الرياضيه المصريه. لكن من الكواليس بقى كده عرفنا ان الكابتن محمود الخطيب كان زعلان من اتحاد الكوره لانهم مش بيردوا على خطابات النادي الاهلي، وده اللي المح اليه النادي الاهلي في بيانه الاخير من اسبوع اعتقد. فقالوا احنا بعتنا لكم حاجات كتير جدا انهم ما ردوش. وتم التطرق كمان في الجلسه دي لموضوع التحكيم وطلبات النادي الاهلي باستخدام حكام اجانب، وسيتمسك النادي الاهلي بهذا الجانب تحديدا في المباريات اللي من وجهه نظر النادي الاهلي طالما هو منظم المباراه طبقا للائحه ان هو يجيب حكام اجانب. اتكلموا كمان على موضوع حسين الشحات والشيبي. اتحاد الكره لسه ما خدش قرار حاسم رغم ان اللوائح واضحه، فبرضه كان الكابتن محمود الخطيب غاضب من الجزئيه دي. اللي عرفناه ان الكابتن او الاستاذ جمال علام وعد الكابتن محمود الخطيب بحسم العديد من الامور خلال الايام القليله المقبله، ده اللي عرفناه، يعني ممكن تسمعه جديد بعد نهائي دوري ابطال افريقيا فيما يتعلق ببعض الملفات الشائكه بين الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم. ناقص حاجه مهمه كمان في الاهلي، وقبل بس ما اقول لك الحاجه اللي ناقصه في النادي الاهلي، بكره في اجتماع في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، اجتماع لبحث بعض الموضوعات أهمها شكل المسابقات في الموسم الجديد في القسم الثاني والثالث تحديدا. ده برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي بكرة هتحصل في الاتحاد المصري لكرة القدم. بقول لحضراتكم النهاردة الكواليس كتير شوية عشان كده الريتم سريع سنة. طيب أقول لك حاجة، فاكر لما الأهلي بعت الخطاب ده أو البيان ده وطلب الاتحاد المصري بيان كان مهم جدا بخصوص الحكام الأجانب وتحفظ النادي الأهلي على بعض الأخطاء المؤثرة في المباريات المختلفة؟ فحصل جلسة بين المسؤولين في الاتحاد مع الراجل بيرير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، واتكلموا معاه الأول قبل ما يتكلموا معاه في حتة الأهلي، اتكلموا معاه هو مستر بيرير بعد إذن حضرتك يعني قول لنا هو ليه الأداء التحكيمي أو مستوى الحكام بتوعنا بيتراجع؟ وليه في أخطاء كتير جدا مؤثرة واضحة في مختلف المباريات في بطولة الدوري؟ فكان رد الراجل عليهم بيرير قال لهم يا جماعة الحكم عامل زي لعيب الكوره. لعيب الكوره ساعات بيجي عليه فتره ما بيبقاش موفق. وبعد كده بيجيب مستواه تاني. بتحصل، ما فيش لعيب كوره بيقدم موسم كامل بمستوى ثابت يعني. فردوا عليه قالوا له ماشي، يعني ممكن لعيب ممكن اتنين بس بقيه الفرقه بتلحقهم. لكن ما يبقاش كل الفرقه مش مستواها لفتره. ما يبقاش كل الفرقه مش مستواها. فبالتالي احنا عندنا كل الحكام حاجة غريبة، من أبرزهم في حكام مهمة جدا جدا زي مثلا كابتن محمود البنا أخطاء في مباراة الزمالك وسموحة، وفي أخطاء في مباريات بعد كده للنادي الأهلي مش متذكر الحكام بالظبط. فقالوا له لا مش منطق، فبعد إذنك رجع لنا الموضوع ده، إحنا داخلين على مراحل صعبة جدا في الدوري بعد التوقف الدولي. طيب قالوا له خلي بالك بقى الأهلي بيطالب بحكام أجانب، ردك إيه؟ قال لهم مستحيل، مش هيحصل، مش هقبل إن يكون في حكام أجانب تدير أي مباراة في الدوري المصري. قالوا له بس اهدى كده وصلي على النبي. اهدى كده. عليه افضل الصلاه والسلام. ما في لائحه عندنا. اللائحه بتقول ان اي نادي عايز يستقدم حكام اجانب لازم يبلغنا كاتحاد قبليها ب 15 يوم، ولو ده حصل وهيدفع التكلفه طبقا للائحه اللي موجوده، فبالتالي احنا كاتحاد مش هنقدر نقول لا، فعشان تبقى عارف الاهلي لو تمسك بطلبه احنا مش هنقف قدام النادي الاهلي، ومش الاهلي بس، اي نادي هيطلب حكام اجانب
وطبقا واتخذ الخطوات طبقا للائحه اللي هي قبلها ب 15 يوم ويتحمل تكلفه الطاقم الاجنبي، احنا مش هنقول لا، احنا عندنا لائحه. فالراجل ما عرفش يرد، واخد بالك؟ فدي برضو من ضمن الكواليس المهمه جدا اللي حصلت داخل الاتحاد المصري لكره القدم. كده اعتقد خلصنا كل كواليسنا النهارده يا جماعه. مفيش حاجه تاني غير بقى كواليس اكثر اهميه في الفقره المقبله. طيب سريعا بس، حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي بن عزيز في وفاه شقيقه، توفى النهارده، ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سياح جناته. فبن عزي رئيس الترجي التونسي. بالمناسبه الراجل بالتالي بعد الظرف ده ممكن ما يجيش مع البعثه بكره، وممكن يلحق بيهم بعد كده على موعد المباراه، خالص تعازي بكل تاكيد يعني. كابتن محمود الخطيب ارسل برقيه عزاء للنادي الترجي ولرئيس النادي في وفاه شقيقه، والعلاقات مميزه جدا جدا بين الطرفين في الحقيقه، وان شاء الله تدوم في الاطار ده، ودي حاجه ايجابيه. اخيرا كابتن محمود الخطيب راح زار علي معلول طبعا في المستشفى، وده نوع من انواع الدعم المعنوي الكبير لاسطوره اسطوره اسطوره هو علي معلول. فان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه في اقرب وقت واقرب فرصه ممكنه. اتكلمنا في موضوع التجديد بتاع علي معلول امبارح يا جماعه بالتفاصيل بالظبط، عشان في ناس اجزمت بان الاهلي هيجدد. حتى هذه اللحظه لسه الاهلي ما فتحش الملف اصلا. انا على المستوى الشخصي نفسي علي معلول يكمل حكايته مع النادي الاهلي. نفسي. الاهلي هيعمل ايه؟ انا واثق ان الاهلي بعد اصابه معلول تحديدا القصه هتتغير، والاهلي هيحاول بكل الطرق تجديد العقد. قبل ما اطلع الفاصل، النهارده كان في ماتشات في بطوله الدوري. بلديه المحله مع الداخليه، البلديه فازوا 1-0 عوده للانتصارات، امر كان مهم جدا لفرقه بلديه المحله. يا جماعه ارجوكم ماتشات الساعه 4 دي صعبه قوي، والله العظيم صعبه جدا. بمناسبه اتحاد الكره ملوش ذنب ولا لجنه المسابقات، ده قرار من وزاره الشباب والرياضه. فاحنا بنناشد وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي بعد اذنك يا فندم عيد النظر في الموضوع ده، لان القصه صعبه، درجات الحراره مرتفعه جدا، ولسه الاسبوع الجاي. فانا بيصعب عليا اللعيبه دي، والله ما حد هيقدر يجري. فاحنا ما سالنا بصراحه، تاكدنا ان لجنه المسابقات واتحاد الكوره ما لهمش ذنب في الموضوع ده، بس يعني خلوا قلبكم شويه على اللعيبه دول، ولادنا برضه يعني، او ولادكم يعني. الجونه مع طلائع الجيش، الماتش الثاني كان 0-0، و وسيراميكا كليوباترا مع البنك الاهلي 1-0 لسيراميكا. دي مباريات اليوم في الاسبوع 24، وكلهم كانوا في الاسبوع 24. ايه ده ايه ده، دي معجزه، دي حاجه غريبه والله العظيم. طب ماشي، ده امر ايجابي. دي كانت الفقره الاولى في حلقه النهارده. عندي انفراد مهم، انفراد مهم بورق او بورقه تحديدا في الفقره اللي جايه. انا هفاجئ بيه، او انا يعني اصريت الورقه دي اعرضها في حضور الاستاذ ابراهيم عبد الله عضو لجنه مراسم التتويج بنهائي الكونفدراليه، عشان افاجئه بيها واشوف تعليقه ايه عليها. الورقه دي بتقول مين المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدراليه. الملف ده يا جماعه ما ينفعش يعني، لازم نتابعه. فبعد الفاصل اول فقره حواريه هتكون مع الاستاذ ابراهيم عبد الله عضو لجنه مراسم التتويج بنادي الزمالك لمباراه نهائي الكونفدراليه اللي فاز فيها نادي الزمالك. بعد الفاصل استنونا في اللاست 90 مكملين. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في بلاس 90. بينورني ويشرفني في فقره حواريه غايه في الاهميه، ليها علاقه باحداث ما بعد مباراه الزمالك ونهضه بركان في الكونفدراليه اللي فاز فيها الزمالك، وكان موفق الحمد لله بتحقيق لقب قاري جديد للنادي وللكره المصريه. بينورني الاستاذ ابراهيم عبد الله عضو لجنه مراسم تتويج بنهائي الكونفدراليه من قبل نادي الزمالك، وايضا عضو مجلس اداره النادي السابق. يا استاذ ابراهيم اهلا بيك، منورنا ومشرفنا ووحشني كتير. الله يخليك كابتن امير، انا متشرف بوجودي معاك وفي قناه النهار. الحمد لله كله تمام. كله الحمد كويس. لله الحمد لله كله تمام. الاحداث يعني طبعا ببارك لك الاول على فوز بطوله الكونفدراليه، بطوله غاليه جدا في ظروف صعبه جدا لنادي الزمالك، عشان كده ليها طعم ومذاق مختلف بسبب المراحل الكتير اللي عدى بيها حتى المجلس الجديد في حاجات هو ما يتسالش عنها، حاجات تراكميه، لكن بطوله غاليه. اكيد بطوله غاليه جدا جدا جدا، تدويج لمجهود كبير اتحط في الفتره اللي فاتت ومجهود مستمر من جماهير الزمالك. هي صاحبة الفوز، جماهير الزمالك هي البطل الحقيقي المساند والداعم للنادي
في جميع المراحل وجميع الظروف. طبعا ودي دايما بيأكد ان احنا كجماهير الزمالك احنا مش بنتشجع نادي الزمالك عشان بيكسب. احنا بنحب نادي الزمالك وبنشجعه علشان يكسب. فاول حد لازم نهنيه بالفوز هو جماهير الزمالك طبعاً. اللي عملت ملحمه في استاد القاهره لاول مره مباراه رسميه من 2000 صور جماهير الزمالك اللي معاكم درجات برضو لان المنظر كان رائع لاول مره من 2011 في مباراه طرفها نادي مش منتخب مصر تكون الساعة الكاملة للاستاد ولم يخرج حق يعني أي سلوك خارج دي أثناء المباراة أكيد طبعا وقبل المباراة وبعد المباراة لما خرجت الجماهير في الشوارع تحتفل وهو ده سلوك جماهير الزمالك طبعا. جماهير منضبط سلوكيا ورياضيا يشجع فريقه بحماس دون الخروج عن القواعد العامة والذوق والسلوك العام. فيعني ده تهنئة الأول للجماهير هي صاحبة الفوز أكيد. أكيد طبعا اللعيبة المخلصة المحترفة اللي بيحبوا النادي وبينتموا للنادي وبيتحملوا ظروف قاسية كتيرة جدا عشان يسعدوا جماهيرهم. لعيبة منتمية لنادي الزمالك برضو المجلس الإدارة بصراحة يعني مجلس إدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب وقيادته في الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي ظروف صعبة جدا النادي استلموا النادي يعني ده انت بتحل أزمة قيد بتخش في واحدة تانية يعني مش أي حد بالظبط اللي حضرتك بتقوله كده ولا أنت استلمت النادي مفلس يعني ده حقيقة مفلس ده حقيقة مش مفلس بالماينس على رأي الكابتن أحمد سليمان مديون مديون بديون كتيرة جدا داخلية وخارجية وقدرت ان انت تنفذ وعود من اجل اسعاد جماهير الزمالك اللي هي رقم واحد فك ازمه القيد وفجاه ان انت مطالب ان انت تدفع اكتر من 2,800,000 دولار انت نزلوا عليك كده هنعملهم ازاي بس تتحمل المسؤوليه طالما انت تصديت للمشهد وحسين لبيب طول عمره بيتحمل المسؤوليات فقدر الاول يفك ازمه القيد كانت الهدف الثاني تدعيم الفريق بلعيبة تكمل على الأبطال اللي موجودين في الفرقة احنا ما عندناش لعيبة جديدة وقديمة هو كلهم نسيج واحد وكانوا برضو اللعيبة اللي موجودين هي لعيبة منتمية للنادي ولعيبة محترفة ولعيبة أبطال بس كنا محتاجين تدعيمات ونجح مجلس الإدارة انه يدعم في فترة يناير كان الهدف الثالث ان احنا إصرار من كل المنظومة فوز بالبطولات وعودة الزمالك للتدويج لان ده هو ده الزمالك أكبر قارة رياضية في مصر بكل انجازاته وتاريخ اكتر من 110 سنه كنا لازم نحافظ على التاريخ ودي مسؤوليه كبيره على مجلس اداره محافظه على تاريخ وبناء للمستقبل وده اللي مجلس اداره بيعمله ولسه ان شاء الله هي دي ضربه البدايه للفوز لكن في اصرار ان شاء الله للفوز بالدوري ان شاء الله باذن الله في اصرار ان الزمالك يرجع تاني هو النادي الاول ونادي صاحب السعاده للشعب المصري مش لجماهير الزمالك بس وان شاء الله هو النادي الاول اللي بيسعد الشعب المصري اكيد في رايك اكيد طب والنادي الاهلي النادي الاهلي نادي منافس ونحترمه جدا ودلوقتي روح التنافس الشريف اللي احنا اتعلمناها في نادي الزمالك واحنا بنلعب دي نقطة واكيد مهم. نادي الاهلي علمها لاولاده التنافس في حدود المستطيل سواء كان مستطيل اخضر للكوره مستطيل كره اليد وبالمناسبه هني فريق كره اليد طبعا نادي الزمالك النهارده فاز فرق خمسة في المباراه الثانيه للتتويج بالبطوله المباراه الاولى كان الاهلي فاز فريق واحد النهارده احنا الحمد لله فوزنا فريق خمسة وان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله ربنا يوفق ولادنا ونكسب البطوله لاسعاد الجماهير ودي روح التنافس صح الشريف المحترم احنا استقبل مجلس الاداره استقبل الكابتن الخطيب ومجلس ادارته المحترم في نادي الزمالك وبيطلب منهم ان هم يجوا يباركوا المجلس الاداره والكابتن حسين وعد برد زياره وان شاء الله هتتم في الوقت المناسب وكان موجود في حفل تقبيل الاستاذ عامر فاروق اكيد طبعا لا دي حاجه ما لا دي ما يعني الله يرحمه سياده الوزير العامر فاروق يعني انا كان بيني وبينه خلاف شخصي ايام ما كنت موجود في اللجنه المكلفه باداره النادي ولكن هو انسان خلوق انسان محترم جداً وبان حب الناس ليه وبان يعني رضا ربنا عليه في لحظه وداعه لا ده كان طبعا دي الاصول طبعا الكابتن حسين كان موجود احنا كلنا كنا موجودين في العزاء والكابتن حسين طبعا كان في حفله التأبين ممثل لنادي الزمالك باعتباره هو قائد سفينه نادي الزمالك الحالي وده واجب يعني بصراحه
العلاقه بقت رائعه جدا من الاهلي والزمالك. هو ده الاصل طول عمرها كده. ودي حاجه يعني الواحد سعيد بيها جدا، لان المفروض هو ده اللي يحصل، هو ده الصح اللي المفروض يدوم في العلاقه بين اكبر ناديين في النادي. وانا صغير في النادي انا كنت بشوف كابتن الجندي ايوه يوميا، يعني مش عايز اقول لك يعني بصوره شبه يوميه عشان اكون دقيق في اللفظ، مع الكابتن حنفي بسطان. وياما شفنا ناس من الاهلي موجودين عندنا قبل كده على فكره برضو للحق، يعني في مجلس الدكتور كمال درويش، كمان كابتن حسن حمدي ومجلسه صح، جمله للزمالك وباركو. هنستثنى فتره، هي فتره سوداء سوداء اكيد. لاني فتره؟ الفترة الماضية اللي قبل المجلس الحالي من 2014، وبرضو كده كان في 2005 فترة كده لمدة 5 شهور هي حقبة سوداء بتوصفها بأنها فترة سوداء على نادي الزمالك. أكيد فترة سوداء على نادي الزمالك، وفي العلاقة ما بين الناديين فترة سوداء على الرياضة المصرية، فترة سوداء على نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك. عدت وانتهت بلا رجعة. بلا رجعة بلا رجعة بلا رجعة بلا رجعة ماشي، بقوة الجمعية العمومية واختياراتها السليمة ومساندة ناس يعني يقدروا يقودوا سفينة نادي الزمالك وفقا للقواعد والسلوك الرياضي المنضبط. وان انا ما اقدرش ان انا لما اكسب بطولة انسيبها لنفسي او لاي حد من عيلتي، البطولة تنسب لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وابناء نادي الزمالك المخلصين اللي بيعرقوا في الملعب من اجل اسعاد جماهيرهم. صح، في لعيبه في نادي الزمالك وانا اكيد هاكد تاني، شيكابالا لما كنا موجودين انا ما شفتش شيكابالا مره بيطلب فلوس ليه، ما طلبهاش ابدا، كان بيطلب للعيبه. كان يعني مره في شيك وانا لازم اقولها تاني عشان شيكابالا ياخد حقه. شيك دفعه مقدمه لي على فكره شيكابالا. وبحب اكررها لان نادي شيكابالا لعيب اسطوري طبعا على المستوى الرياضي والمستوى الفني ومستوى كابتن الفرقه ككابتن الفرقه. كويس، انت ساعتها قلت ايه؟ ايوه في اسطوره واحد بس النادي الزمالك حسن الحاج. لا هو الاسطوره التاريخيه، انا بقول كابتن اسطوري لكن الاسطوره قلت لك حتى شيكابالا انا فاكر اسطوره اسطوره الكوره المصريه والافريقيه طبعا بلا منازع كابتن حسن شحاته. بلا منازع؟ بلا منازع. طب كابتن محمود الخطيب؟ كابتن رمز كبير واسطوره اكيد، لكن اسطوره الكوره المصريه، اسطوره الكوره المصريه والافريقيه بلا منازع كابتن حسن شحاته. وهو لاعب، هو اللعيب الوحيد اللي حصل على احسن لاعب في اسيا واحسن لاعب في افريقيا، وهو المدرب الوحيد اللي خد 3 بطولات افريقيه، ده نادي الزمالك واولاد نادي الزمالك. ده مش معناها انقاص من قدر كابتن، بالعكس كابتن الخطيب اسطوره وجوهره كبيره في تاريخ الكره اكيد وفي الرياضه الرياضيه ورمز من رموز الرياضه الرياضيه. ما نقدرش طبعا نقول طبعا، وما احبش ان احنا نحط مقارنات اكيد، لكن احنا عندنا رموزنا ورموزنا كبار وقدموا الرياضه المصريه كتير وعلى راسهم الكابتن حسن شحاته واكيد الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق واكيد رمز الاداره الرياضيه الدكتور كمال درويش. وهرم الزمالك. هرم الزمالك اللي شال حجر عشان يبني بيه سور نادي الزمالك. المرحوم مهندس محمد حسن حلمي. والقياده تتسلم من انشاء النادي الى الان، وهستثنى الحقبه دي، مجلس بيسلم مجلس وقياده بتسلم قياده للحفاظ على تاريخ نادي الزمالك واسم نادي الزمالك واسعاد جماهير نادي الزمالك والمساهمه في دفع الرياضه المصريه للامام ان شاء الله. نادي الزمالك هو اكبر قرعه رياضيه في مصر ده حقيقي والشرق الاوسط بعدد اللعيبه اللي بينتجهم وبيسلمهم للمنتخبات القوميه في جميع الالعاب. نادي الزمالك هو اكبر قرعه رياضيه بعدد البطولات اللي حصل عليها في جميع الالعاب، بس الاهم ان انت بتصرف وبتطلع بطل كده برضه، بتطلع بطل عشان خاطر تحط الرياضه المصريه في المقدمه، وده دور من الادوار المهمه جدا اللي بيعملها نادي الزمالك طبعا طبعا. واكيد عشان حضرتك بس كل شويه بتقول نادي الاهلي، لا اصل لما هنيجي نتكلم في حاجات زي كده الاهلي برضه نفس بيقوم بنفس الواجبات ونفس الاهداف دي بيحققها، قطبي الرياضه المصريه وسيظل قطبي الرياضه المصريه وهم اساس. احنا بنفتخر بالاهلي والزمالك اكيد اكيد، بنفتخر بالنادي. وزي ما قلت لحضرتك لان انا مش بتناقض مع اللي انا بقوله، التنافس اتربينا عليه في ارض الملعب، بمجرد انتهاء المباراة خلاص صح انتهى التنافس وتبقى وتستمر العلاقات الطيبة والروح الرياضية ان شاء الله بإذن الله. اسمح لي بقى ادخل معاك في القصة نفسها وفي الهيصة اللي حصلت بعد البطولة وبعد الفوز لنادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية، وهفاجئك بحاجة على الهواء. اتفضل. بخطاب سلام، بتبقى مفاجأة حلوة. لا لا، مفاجأة مهمة جدا جدا، وانا عايزك يعني تتكلم معايا فيها. تمام. لان انا هعرضها للمشاهدين دلوقتي، وانفراد خاص ببلس 90 يا جماعة. هيبان هنا عشان هنا دلوقتي احمد عبد الحميد بعد اذنك هتلنا دلوقتي على الشاشة.
اللي هيتعرض دلوقتي قدام حضراتكم ده جواب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم مرسل الى ثلاث اطراف. مين الثلاث اطراف؟ الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي الاهلي، نادي الزمالك، بحكم وجودهم في نهائيات الافريقية او نهائيات البطولات الافريقية، الكونفدرالية الافريقية ودوري ابطال افريقيا. ده خطاب مهم جدا. اعرض يا احمد يلا. ها ده خطاب مهم جدا هيسرد فيه وهيبان مين ممكن يكون بيتحمل مسؤوليه الفوضى اللي حصلت بعد نهائي الكونفدراليه. انا النهارده بيشرفني وينورني الاستاذ ابراهيم عبد الله، تحديدا عضو لجنه مراسم الكونفدراليه، عشان هساله وهوجه له بعض الاتهامات اللي ادت في الاخر ان يكون في المشهد ده اللي اساء لينا كلنا كرياضه في رياضه مصريه. الجواب اللي قدام حضراتكم ده الصفحة الأولى اللي حضراتكم شايفينها، الحتة اللي معمول عليها أحمر دي ركز معايا بقى يا أستاذ إبراهيم. أنا معاك. واخد بالك؟ دي اللي بيقول فيها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم as we move into the final stage of preparation. تمام؟ إحنا نخش على الباراجراف الأهم. We would like to remind you that according to our regulation and CAF status, CAF holds اللي هي اللوائح بتاعه الاستاد الاتحاد الافريقي لكره القدم والملحقات بها، ان المسؤوليه او احنا مسؤولين عن تنظيم او اداره ونجاح البطوله او النهائي. تمام. including organization او organizing the final matches، يعني احنا المسؤولين عن المباراه النهائيه. انا كان ممكن اعرض الخطاب ده قبل ما ينضم لي الاستاذ ابراهيم عبد الله، بس عشان انا محتاج استفاد بيه في اطول وقت ممكن، لسه عندي فقره تانية حواريه مع كابتن شريف عفضيل بخصوص الاهلي والماتش اللي جاي، فانا اصريت ان انا اعرض الخطاب ده وافاجئ بيه الاستاذ ابراهيم عبد الله. ايه رايك في الخطاب ده؟ يعني انت كده ايه اختصرت عليك؟ اختصرت كل حاجه. لان احنا نادي الزمالك مش في موضع اتهام عشان حد يدافع عنه. ولكن احنا عارفين اللوائح، الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن تنظيم البطوله، هو المسؤول عن تنظيم المباراه النهائيه، تنظيم المباراه النهائيه بالكامل وفقا للوائح وملحقات اللائحه الاساسيه للاتحاد اللي هي الستاتيس بملحقاتها. هو المسؤول، مش بس مسؤول زي ما حضرتك كده كتبت في الجواب، ultimate responsibility for management and success of competition including organizing the final match. بالظبط، هو الاتحاد الافريقي بيقول كده، هو بيتحمل المسؤوليه القصوى لتنظيم المباراه وادارتها، تنظيم المباراه وكمان المباراه النهائيه. تنظيم هي المباراه النهائيه، الكلام ده الجواب ده محدد زي ما حضرتك كده جبته على المباراه النهائيه فقط. وكان بيخاطب فيها نادي الزمالك والنادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده وبانت من الجواب. الجواب ده بالمناسبه بتاريخ 2 مايو. اوكي ده زي ما حضرتك زي ما حضرتك شايفين كده. اتفضل. وكان محدد كمان زي ما 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 حضرتك كده شايف هي حدود الاختصاصات، هو مين المسؤول عن مين. يعني مين المسؤول عن ايه؟ رقم واحد، الاتحاد الافريقي بيخطر نادي الزمالك رسميا ان انا بصفتي الاتحاد صاحب البطوله والمنظم ليها والمنظم للمباراه النهائيه اللي هتتلعب في ملعبكم، انا اللي عندي الالتيميت ريسبونسابيلتي للاداره والتنظيم بالظبط لهذه المباراه. ده رقم واحد. ماشي. ده اللي موجود في الجواب. ده الجواب بالظبط. ازاي بقى؟ من مجموعه خطوات وهو ذكرها في الجواب. ما ده بقى اللي هنعرضه يا جماعه في الورقه الثانيه او الصفحه الثانيه من الخطاب. اول حاجه تختص، عشان اختصر عليكم يعني، تختص بالتذاكر والدعوات، المسؤول عنها الاتحاد الافريقي، الانفيتيشنز اند تيكتنج. اوكي. ويتكلم كمان على الامور اللي بتتعلق بما بعد المباراه، في اكتر من خطوه مهمه جدا، الحضور والسعه بتاعه الاستاد. بالظبط كده. الحضور والسعه. انت بتتكلم الاول طباعه التذاكر مسؤوليه مين؟ الاتحاد الافريقي زي ما حضرتك شايف على الشاشه كده، اول واحده هي كاف ويل هاندل ذا برودكشن بالظبط اوف اول انفيتيشن كاردز فور في اي بي في في اي بي، هي المقصوره الرئيسيه والمقصوره الاماميه. الاكثر من كده ان هو طلب ان هو هياخد 50% من تذاكر الفي اي بي والفي اي والفي في اي بي، وده اللي اعترض عليه الكابتن احمد سليمان. تمام. بس هو بس مش كان مجرد الاعتراض بتاع الكابتن احمد سليمان، لان كان في كلام ثاني ان هو
في اللي ده الجواب ده اتبعت الاول. انا ما عجبنيش بصراحه ان كابتن احمد سليمان ساب الجلسه ومشي. لا ما انا هقول لحضرتك ليه. بصراحه ما تنفعش لما انت في هنا بقى في قرار السياده. بمعنى ايه؟ مع كامل احترامنا للفيفا ولوائحها والاتحاد الدوري ولوائحه، المنسق العام للمنظومه الرياضيه في العالم هو ايه؟ الميثاق الاولمبي. اوكي. الميثاق الاولمبي بيحترم السياده لكل دوله. طبعا. فحضرتك لما تيجي تبقى في الاجتماع ده غير ان انت تقول 50% و50%، اوكي اللائحه بتقول كده حضرتك اتفضل، وده اللي الكابتن احمد قاله، بس هو تداول بشكل مش سليم. لكن الاتحاد الافريقي طلب، قال كمان ايه؟ ايوه، ان ما يدخلش الشرطه المصريه لتنظيم المباراه. لا لا بجد؟ اه والله قال كده في الجلسه؟ ده حقيقي. ايوه انا بكلمك. ازاي يقول حاجه زي كده؟ مين اللي هيأمن؟ لان هم بيأمنوا وفق بشركات خاصه. وقالوا بس احنا محتاجين ضابط برتبه كبيره للتعاون معانا والتنسيق معانا في حال احتياجه. ودي النقطه اللي اعترض عليها كابتن احمد سليمان. لا حضرتك في الاخر دي سمعه النادي وسمعه البلد طبعًا. اللي بتنظم طبعًا. احنا ممثلين لجمهوريه مصر العربيه في اكيد البلد. فما تحطش عليها شروط تعسفيه. انا كمان اقدر اقدرها وما تفرضش عليا شرط ان انا ما احطش الشرطه. وده الاعتراض اللي الكابتن احمد اعترضه عليه، ده كان مهم جدا جدا جدا. في بعد الجواب ده ثلاث اجتماعات، ده الاجتماع الاول اللي الكابتن احمد حضره. حصل ثلاث اجتماعات بعد كده. لا ده بعد الجواب أول ده اجتماع في ثلاثة. أوكي. وهم حتى الجواب ده ذاكرين فيه زي ما حضرتك شفته كده وعرضته ثلاث اجتماعات. الاجتماع الاول الكابتن احمد سليمان حضره، دي كانت النقطه الرئيسيه خلاص فيها. وبعديها اجتماع تاني وبعديها اجتماع تالت. في الاجتماع التاني والتالت تم الاتفاق على المراسم واداره المراسم. ايوه ها، ومين اللي ينزل ومين اللي يقعد زي ما حضرتك شفت كده في الجواب ايه كمان غير الفيفا، ان هو كان مسؤول، سوري الكاف هو المسؤول عن طباعه التذاكر والدعوات. وانه خد 50%، هو حجز لنفسه كمان 950 مقعد زياده. اوكي. في الفقره اللي تحت. خلاص. تمام. ومين اللي هينزل الملعب بقى؟ المصرح ليهم بالنزول بخلاف اللعيبه. خلاص، رئيس الناديين ومسؤول الناديين واسر اللعيبه. ماشي. وتقدم بيهم كشف بالكامل. بالاسماء. بالاسماء. طب بقيه الناس اللي هتنزل دي مين؟ هكمل لحضرتك. اتفضل. وطلع لهم الاي دي. الاتحاد الافريقي هو المسؤول الوحيد عن طباعته. ماشي. خلاص؟ وتحدد لهم مكان للجلوس فيه. اول ثلاث صفوف في المقصوره الاماميه عشان يبقى نزولهم سهل. وينزلوا امتى؟ بعد تسليم الثلاث صفوف القريبين من الملعب. أيوة. اول ثلاث صفوف قريبين من الملعب. يبقى احنا اتفقنا ان الكاف هو اللي طبع الاي ديز بتاعه الاسر زي ما طبع للعيبه وكل المشرفين زي ما هو كاتب هنا كده، طبع كمان لاسر اللعيبه. وحدد لهم اماكن للجلوس وقال ينزلوا امتى. ينزلوا امتى؟ بعد الانتهاء من مراسم تسليم الكاس. طيب، بما ان حضرتك وزي ما حضرتك الجواب كده بيذكر بيقول ايه، انا المسؤول عن التنظيم. طب ومع كمان السلطات. اتفضل. معلش اعرضوا لي يا جماعه اللقطات دي هنا بس بعد اذنكم. الناحيه دي. هتولي هنا عشان اسال الاستاذ ابراهيم عبد الله. طيب. مين المسؤول عن اللقطات دي؟ طيب معلش هسالك سؤال بس كمان. اتفضل. هل الاتحاد الافريقي لو هو مسؤول طبقا للي احنا عرضناه الجواب اللي بعته للاتحاد المصري والاهلي والزمالك، حلو، هل بيبقى هو لوحده المسؤول ولا بيبقى في تنسيق حصل المفروض ما بينكم ما بين طرف اللي هيستضيف المباراه اللي هو نادي الزمالك؟ فطبيعي بالتبعيه المسؤوليه بتكون برضه على نادي الزمالك يتحملها. لو انت رجعت للجواب تاني، انا ما عندي، انا يعني عايز اوضحها لحضرتك كده بالظبط. لما ترجع تاني للجواب ده بكل تفاصيله، هو ده الدستور اللي مشي عليه. هو المسؤول عن كل حاجه. انا هفاجئك بشويه معلومات كمان وانا شاهد عين عليها. اوكي. المنظر ده حصل ليه؟ لان حضرتك وزاره الداخليه لما بتامن المباريات وبتبقى موجوده، الصف الكراسي اللي هو ملاصق للسلم اللي هي الممرات بيبقى خاليه ليه؟ لان الصف ده كان بيقعد فيه عساكر. على فكره الاتحاد الافريقي ظلم نفسه. ايوه. ظلم الشركه الافريقيه. اللي هي كانت المفروض بتقوم بالتامين. وظلم نادي الزمالك وظلم جماهير الزمالك. على فكره الشركه الافريقيه دي دايما بتنظم الامور بمنتهى الجمال، وحطوا وجهه نظرهم في الاجتماعات. الاتحاد الافريقي قال لا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، دي مش اول مره
واللي كان بيقود الاجتماعات دي مين؟ اثنين، سكرتير عام الاتحاد الافريقي. ايوه. ومدير الامن الاتحاد الافريقي. خلاص. الاتحاد الافريقي كان معاه اكتر من 1500 شخص هم اللي جايبينه. ماشي. لو حضرتك رجعتوا كده في لقطات هتلاقي ناس كانت لقطات تاني من الاول، سودا وبدل كحلي. ماشي. خلاص. في منهم افارقه وفي منهم أوكي. يعني مش افارقه. خلاص. دول اللي كانوا مسيطرين على الاستاد. تعال بقى هقول لك على لقطات مهمه المقصوره. مين ما تعرفش مين الولد اللي لابس قميص ابيض ده والنبي؟ لا مش ما لا يعني عارفوش. طب مين اللي بيمسك مصطفى شلبي بيعمل كده؟ يعني انا انا ده هو ده حد من الامن ده كان يعني معلق يعني لاسلكي بتاع امن ما اعرفش مين، لكن شايف اللي انت ماسك اللي لابس بدله ده هو ده من ضمن الناس المنظمين التابعين لاتحاد الكوره الافريقي. لكن خليني انا اقعدك في لقطه مهمه. المقصوره الرئيسيه اهو، في بقى ده هو صح. ده دول بتوع الاتحاد الافريقي. اوكي. ادي شيكابالا وزوجاته. تمام. ليه هقول لحضرتك احنا وصلنا ليه وصلنا للمشهد ده يعني عشان بص اللقطه دي معلش هخليك تكمل. ارجع اللقطه بتاعت زوجة شيكابالا وابنهم ادم. يعني الولد هات لي لقطه يا احمد. الولد متاثر جدا قلقان من الزحمه أكيد. ووالدته مخضوضه جدا، وبصراحه كان موقف صعب الله يكون في عونهم يعني. اكيد. هل انت متخيل بقى ان انت عارف ان انت مثلا كلاعب زي شيكابالا او اي لعيب عارف ان مراته وابنه قاعدين في المكان الفلاني هينزلوا امتى والممر خالي؟ طب الممرات ليه ما كانتش خاليه؟ لان زي ما بقول لحضرتك كده، لان الاتحاد الافريقي ومدير الامن بتاع الاتحاد الافريقي هو اللي طلب من الشركه الافريقيه ان تكون حاطين الافراد اللي لابسين برتقاني دول فين؟ تحت. اوكي. مش فوق. ماشي. اخلي لي المدرج يعني خلي المدرجات خاليه. على طلب الاتحاد الافريقي. طبعا. وكانوا وكمان وفقا للجواب اللي حضرتك عرضته ده لما حضرتك تبص عليه تاني هيقول لك ايه؟ وان السلطات المحليه والشركات اللي هم يتعاقدوا معاها تتلقى التعليمات من الاتحاد الافريقي. يعني انا الزمالك كان ضيف في البطوله، ضيف في الماتش ده. ما تقنعنيش في الماتش ده حقيقه. مش انا اللي بقول يعني امير، مش انا اللي بقول. مش طبيعي الزمالك يعني ليه دور في تنظيم المباراه. لا يجوز اجتهاد مع نص. يعني الاجتهاد مع نص ده مش موجود. فحضرتك الجواب ده الجماعات التنسيقيه كان سبب جماعات ده هو ده جزء من البروتوكول للتنظيم. ان انا بقى واحده منهم انسبكشن فيزيت. ما انا هقول لك التنسيق بخصوص التنظيم. ما انا هقول لحضرتك اول اتحاد كان في اول اجتماع كان في مقر الرئيس الاتحاد الافريقي بالقاهره. الاجتماعين التاني كانوا في استاد القاهره. انسبكشن يعني تفتيش. أوكي. عايز يفتش على كل حاجه، الابواب، الدخول، غرف الملابس، الاذاعه الداخليه بتشتغل ازاي، الساعه الرئيسيه للاستاد، الكراسي بتاعتها سليمه ولا سليمه، ولف وعملوا كل الكلام ده وهم طبعا. اللي كانوا بيقودوا. لكن ارجع تاني اقول لحضرتك ارجع كده لاي ماتش من الماتشات القديمه هتلاقي الصف الكراسي بطوله كده اللي ملاصق للممر السلم هنا او السلم هنا كان بيقعد فيه امن، وكان في الماتشات برضو التانيه كان بيقعد فيها رجال الشركه الافريقيه. لكن لما انت بتقول لي لا خلي الافريقيه تحت عشان يمنعوا الدخول، طب ما انت سبت لي الممرات. طيب خليني اقول لك حاجه. المقصوره الرئيسيه حصل فيها واقعتين ماشي وانا شاهد عليهم. الواقعه الاولى منع السفير المغربي السيد ايات وعلي محمد سفير المملكه المغربيه بالقاهره من انه يقعد في المقصوره الرئيسيه. تمام. وبعد مجاهده حتى بالكابتن حسين لبيب نفسه باقناعهم، ده ممثل المملكة المغربية في القاهرة ويقعد، سمحوا له يقعد. بين الشوطين بعد الشوط يعني تعسف. وده سكرتير الاتحاد الافريقي بنفسه. وفقا للبروتوكول نائب الرئيس الاتحاد الافريقي المفروض يقعد في الصف الثاني، الصف الاولاني هيقعد في رئيس نادي الزمالك ماشي. ورئيس ماشي. النادي الضيف والسيد الوزير ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في حال تواجده وسفير الدولة الضيفة. تمام. الأول رفض وبعدين الكابتن حسين تدخل وقعده. في الشوط الثاني كابتن حسين خرج لمدة دقيقتين بعد 5 دقائق من الشوط الثاني دخل لقى مكانه مش موجود، قعد على مكانه مين؟ نائب رئيس الاتحاد الأفريقي. والله والله كابتن حسين لبيب عمل إيه؟ انسحب. يعني نزل قعد في المقصورة ما بين اعضاء مجلس الاداره ماشي. وساب مكانه.
وتحججوا ايه؟ لا اصل رئيس اللجنه الاولمبيه المصري قاعد وهو مش موجود. ازاي؟ ما في البروتوكول انتوا قايلين. فطبعا الكابتن ياسر المهندس ياسر ادريس بصفته رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه وبصفته زملكاوي وبصفته مصري تداركا للموقف هو طلب من الكابتن حسين انه يرجع لمكانه وهو اللي نزل قعد. فتخيل كمان منع رئيس اللجنه الاولمبيه، ده مخالف لاي ميثاق اولمبي كمان ان انت تمنعه. ده كل ده حصل في المقصوره، الناس شافت المشهد الاخير. لكن قبليه ارجع بقى لو حضرتك رجعت للجواب والاجتماعات التنسيقيه الى الاتحاد الافريقي هو المسؤول، هو المسؤول عن الاستاد اند تو اند من البوابات من قبل الماتش ما يبتدي من الساعه 12 لغايه الاتحاد الافريقي فقط، نادي الزمالك لا خالص. كل حاجه ما هي امير انا بقول لك لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص صريح في اي حاجه. يعني مش هنجادل في نص يعني صريح موجود. انت عايز تقول لي نادي الزمالك اتفاجئ باللي حصل؟ مش اتفاجئ باللي حصل. انا نادي وفقا للجواب اللي حضرتك عرضته دلوقتي ايه؟ نادي الزمالك هو النادي المستضيف، لكن المسؤول عن التنظيم كليا في الاول هو الاتحاد الافريقي، هو الاتحاد الافريقي تاني ان هو نادي الزمالك. لا طبعا انا ما عنديش اي حدود مسؤوليه. موظفي النادي ممنوع امن النادي يكون موجودين. والله ما كانوش موجودين كمان. ممنوع امن النادي يكون موجودين. أوكي. ودي واحده من الحاجات اللي اصرينا عليها. طب ممكن اسالك سؤال؟ لا اتفضل. معلش تحت الشمانيخ دخلت مع اللعيبه ازاي؟ لا دي مش مشكلتي انا. اوكي انا بسالك طبقا للمعلومه. يعني ايه دخلت مع اللعيبه؟ يعني ازاي شفنا اللعيبه بتحتفل بالشماريخ؟ لا حضرتك كانت ممكن يكون في شماريخ كانت موجوده في المدرجات لما اترمت على الارض. اللعيبة. لا لما اترمت على الارض اللعيب خدها. ده لو خدها انا ما اعرفش، انا ما شفتش المنظر ده. لا انا ما شفتهاش بصراحه. انا كنت في الاستاد بس ما شفتهاش بقى. ممكن مزاح ما شفتها. لا انا ما شفتش ان في. لا انا ما شفتش ان لعيب من لعيبه الزمالك كان. فلكن انت كمان امن النادي الزمالك ما كانش موجود أصلاً. الحاجة الوحيدة اللي في الاجتماع التنسيقي ان احنا رجال العلاقات العامة كانوا موجودين لتنظيم الجزء الخاص بدعوات نادي الزمالك، لانك انت عندك شخصيات عامة وهامة كانوا موجودين في المباراة. فده كانت الجزء الوحيد اللي الزمالك خده بموافقة الاتحاد الافريقي ان رجال العلاقات العامة في نادي الزمالك يكونوا متواجدين عشان والزمالك عمل ايه؟ عشان اقدر ابقى منظم الدنيا من الاول العلاقات العامه طبعه إيه يعني الاسامي كل اللي خدوا دعوات وهم كانوا كام دعوه؟ 50 دعوه لنادي الزمالك في المقصوره الرئيسيه بس. 50 دعوه لنادي الزمالك في المقصوره الرئيسيه بالاسم ورقم الكرسي. اتفضل. اقول لك حاجه تحت امرك. دي اوكي طبقا للورق اللي معانا يا جماعه وطبقا للخطاب الرسمي للاتحاد الافريقي للاتحاد والزمالك والاهلي صراحه المسؤول الاول هو الاتحاد الافريقي طبقا هو الورق ده رسمي، ده ورق رسمي هو. لكن عايز اسالك سؤال، يعني مثلا بعد الماتش مباشره اللقطه بتاعت الكاس مثلا وقعت تطبق، ادي رقم واحد. رقم اثنين هنصلحه ما تقلقش ماشي. اكيد ده مهم جدا طبعا الحاجه الثانيه كابتن احمد سليمان مثلا قبل اي بروتوكول له علاقه بتسليم الجوائز مسك الكاس وقعد يشاور بيه الجماهير وكلام من ده. تمام. انت مع اللقطه دي؟ طيب خليني اقدر اقول لك حاجه، انا ممكن اقف على اللقطات دي واقول لا الكابتن احمد سليمان عمله غلط وما ينفعش وخارج البروتوكول واذبح احمد سليمان. لا مش لدرجه لا لا ما لا ما هو الاعلام خارج يذبح احمد سليمان عشان كده. ولكن هو قد يكون تعبير تلقائي كمشجع زملكاوي اكيد هو في الاول وفي الاخر هو احمد سليمان عضو مجلس اداره فمش مشجع هو اساسا مشجع ومدرب وابن النادي فهي حركه تلقائيه ما اقدرش اقف عليها وابني عليها بقى حروب وقنوات تطلع وناس في برامج تطلع وتقول اصل الكابتن احمد سليمان اصل هو الكاف تعنت وهيحول الزمالك لمحكمه الجنايات عشان الكابتن احمد سليمان وقف وقال التذاكر. الكابتن احمد سليمان اعترض على نقطه هامه هي السياده ما تفرضش عليا لان احنا عارفين ده مهم لان برضه ما كانش اكيد لازم طبعا تتوضح محدش هيتكلم فيها في الحقيقه لا 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 دي حقيقه طبعا. ولكن المهم ترجع بقى التاني ايه؟ هل نادي الزمالك بيقف عند الحاجات دي؟ لا ما بيقفش عشان بمعنى ايه؟ مباراة وانتهت واحتفلنا وجماهيرنا احتفلت من النهاردة تمام ومن امبارح كمان مجلس إدارة شغال للإعداد لما هو قادم لإسعاد جماهير الزمالك من حيث ايه؟ من حيث مباراة الدوري من حيث مباراة الهاندبول النهاردة تمام النهاردة مجلس الإدارة والكابتن حسين كان مع لعيبة الهاندبول تمام امبارح وحمسهم للمباراة
ده مهم. احنا عندنا شغل الفصل مهم. ده مهم جدا. لا انت ودي الرياضه صح. انا بكسب واحتفل. لا وده طموح الانديه الجماهيريه أكيد. زي الاهلي والزمالك والانديه البطله طبعا. الانديه طبعاً. البطله هي طيب. عندها شخصيه البطل ونادي طيب. الزمالك طول عمره عنده شخصيه البطوله. هسالك سؤال مهم جدا فضل. كيف سيدافع الزمالك عن نفسه في ما يتعلق بعقوبات قد تصل من الاتحاد الافريقي وازاي هتواجه العقوبات دي المحتمل وصولها؟ بس قبل ما اخد منك اجابه خلينا ناخد على الهاتف مداخله غايه في الاهميه مع احد ابرز اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك الاستاذ هاني شكري عضو مجلس الاداره. يا استاذ هاني اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ امير ومساء الخير استاذ ابراهيم صديقي العزيز. اهلا وسهلا بحضرتك منورنا ومشرفنا والف مليون مبروك على بطوله الكونفدراليه الغاليه. الله يبارك في حضرتك ميرسي يا فندم. وده يعني تعب جمهور يعني كبير جدا وعظيم جدا زي ما شفناه اول امبارح الحقيقه حاجه تفرح. والتعب اللي الواحد بيتعبه لما بيشوف الجماهير دي بيهون عليه اي حاجه. طبعا الحمد لله. طبعا انا تابعت كتير جدا لقاءات ليك قبل الانتخابات وكان واضح عليك الحماس الكبير والثقه في اسعاد جماهير نادي الزمالك. هل دي كانت البدايه بطوله الكونفدراليه في فتره وجيزه جدا ليكم كمجلس اداره؟ لا الحقيقه احنا شغالين على يعني ملفات كتيره جدا. غير الكوره في حاجات تانية كمان شغالين عليها كتير. والحقيقه في تقدم في كل الملفات. عارف انه العاب الصالات الحقيقه فيها الجمهور قلقان شويه ولكن الحقيقه المجهود اللي عمله كابتن هشام نصر يعني هشام نصر الحقيقه من اكثر اعضاء مجلس الاداره اخلاصا وشغلا بصراحه. وراجل عامل مجهود كبير جدا وانا متاكد انه مجهوده وتعبه ده هيجيب نتيجه لان هو بيبني من الاساس. هو بيغير قطاع الناشئين وبيجيب اجيال جديده ويعني انا في رايي انه لو في دعم مادي كبير لكابتن هشام نصر الالعاب الصالات هتروح في حته ثانيه خالص. كويس. ده برضو او دي حاجه مهمه جدا لجماهير نادي الزمالك وكانوا بيعلقوا عليها الفتره اللي فاتت. بس احنا ما بنلحقش يا كابتن امير يعني. أيوة. احنا ما بنلحقش من غرامه سبورتنج لشبونه بتخرجوا من حاجه تخشوا في حاجه. يعني انت بتتكلم على ما يقرب من 7 و8 مليون دولار غرامات بتدفعهم مع ديون مستحقه على النادي بتتجاوز المليار و600 مليون مع اجهزه رياضيه كامله ما خدتش مرتباتها من اكثر من سنه. ديون لكل الجهات اللي بنتعامل معاها. فالحقيقه يعني واحده بواحده هنوصل للي احنا عايزينه باذن الله. ووضع انتوا جيتوا لقيتوه فيعني غصب عنكم بتتعاملوا وبرده الحقيقه ده مش مبرر. احنا عارفين مفهوم كويس في مشاكل ولكن الناس لازم تبقى عارفه انه احنا بنشتغل كمان باولويات. في ناس كتيره اتكلمت على موضوع القناه. القناه لما جينا الحقيقه وقعدت مع الشركه اللي بتدير القناه كانوا بصدد اغلاق القناه وقناه نادي الزمالك خالص لديون سابقه عليها كانت هتقفل. ايوه يا فندم لانه في ديون سابقه عليها تتعدى 70 مليون جنيه. كام ديون قد ايه يا فندم؟ تتعدى 70 مليون جنيه. يا خبر ابيض. ان فكان هل من المنطق ان انا اروح اخد ادفع 70 مليون جنيه دول او اكتر من 70 مليون جنيه ولا ادفع الغرامات اللي عليا في سبورتنج لشبونه واجيب لعيبه جداد؟ معادله صعبه قوي. بالظبط. فالقصه هيحصل تقدم في كل الملفات ولكن احنا ماشيين باولويات واعتقد انها اولويات مظبوطه. بس في بروجرس يعني او في تقدم هيحصل في كل الحاجات. ايوه في تقدم هيحصل بس بالوقت وبالترتيب. ده امر مهم جدا. واضح ان انتم دارسين الملفات بشكل كويس وواضح ان مجلس اداره نادي الزمالك على قلب رجل واحد وفي تفاهم وفي توزيع للملفات بشكل دقيق مظبوط كده؟ طبعا الحمد لله. والحقيقه مجلس انا بتشرف ان انا اكون واحد منه وبشوف المجهود اللي بيتعمل والناس كلها من اولنا كابتن حسين لاصغر عضو فينا. الحقيقه في اعضاء في مجلس الاداره تقريبا
تقريبا ما بيروحوش شغلهم وقاعدين في النادي بشكل يومي من الصبح لغايه بالليل. كويس. طيب انا عايز استغل فرصه مداخله حضرتك، وانا عارف حضرتك مقل جدا في الظهور ومركز بشكل كبير جدا فيما يتعلق بمستقبل نادي الزمالك، لكن عايز اخد منك خبر يسعد جماهير نادي الزمالك بعد الفوز ببطوله الكونفدراليه فيما يتعلق بازمه القيد. هل ان شاء الله باذن الله قريب نسمع خبر عن حل الازمه او ازمه القيد الجديده؟ الحقيقه زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين باولويات واللي في صالح النادي هيتعمل. طبعا بتمنى ان احنا ازمه القيد تتحل في اسرع وقت. واتمنى ان احنا نعمل صفقات في الصيف، صفقات تليق بنادي الزمالك وتحقق طموحات الجماهير. وده شغالين عليه وبنعمل اقصى مجهود ان احنا نحقق الطموحات بتاعه الجماهير. ما اقدرش قاعد بحاجه دلوقتي. اوكي. ده قرار مجلس جدا كده في الحقيقه. اتفضل. الحقيقه وده قرار مجلس والاولويات دي بيحددها المجلس كله. يعني ان شاء الله كلنا يعني باذن الله نامل انه ده المشاكل دي تتحل بسرعه ان شاء الله. معايا الاستاذ ابراهيم عبد الله، ويمكن شرح كل الامور، وانا فاجئته حتى بخطاب الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بتنظيم المباراه ومين المسؤول ومنوط بتنظيم المباراه النهائيه بين الزمالك ونهضه بركان، وشرح حاجات كتير قوي. هل عند حضرتك اي تعقيب عن الاحداث اللي حصلت بعد المباراه؟ الموضوع واضح يا كابتن كابتن امير. صحيح. الموضوع واضح. احنا عندنا جواهد من الاتحاد الافريقي بيقول لنا ان البطوله تابعه للاتحاد الافريقي واحنا المنوطين بالتنظيم المباراه. اوكي. واضحه جدا. واضحه. هم اسنادوا هنا عايد على الاتحاد الافريقي الشركات. والشركات الشركه دي هي اللي عملت التنظيم. اوكي. احنا اكثر ناس اتضرينا في ده. اكتر ناس اتضروا نادي الزمالك. طبعا. طبعا انا يعني هل احنا في وسط الفرح؟ طبعا فرحانين والجمهور فرحان وتمام، انما دي مراسم تليق ببطل افريقيا؟ طبعا لا. وعايز اقول لحضرتك ان هم دلوقتي بتدرجوا الامور كلها اللي حصلت في مباراه الزمالك عشان مباراه الاهلي القادمه في النهائي الاتحاد الافريقي. ايوه يا فندم. والشركه المنظمه بمناسبه مباراه الاهلي القادمه. عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. يعني نكسب بطوله فيتقال انه في عقوبات جامده على الزمالك وعقوبات غير مسبوقه ونطلع مش عارف حد تاني يطلع يقول لك يا جماعه سيبونا نفرح. طبعا. لا ما هو عايز اقول لحضرتك على حاجه. طبعا الزمالك حقه يفرح الجماهير. مش قصدي حاجه، بس انا بشوف التناول بتاع السوشيال ميديا والاعلام في القصه دي تناول مش الحقيقه، يعني مش محايد. ف يا جماعه هو لو حد كلف خاطره وسال هيعرف التنظيم ده مش مسؤوليتنا خالص. وفي جواب والاستاذ ابراهيم هو بيطلع لك الجواب. انا في الحقيقه اللي اظهرت الجواب للاستاذ ابراهيم، يعني هو اتفاجئ بيه على الهواء. اتفضل يا فندم. طيب. اتفضل. انما الحقيقه يعني ايه يا جماعه؟ يعني نطلع نقول كلام يا اخي ده انت راجل مصري وده نادي مصري وفاز ببطوله افريقيا بتطلع يا اخي، يعني الموضوع لازم يتحسب بطريقه ثانيه خالص. طبعا يا فندم، بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو برضو الاعلام لما بيتناول طبقا لمعلومات خارجه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، طبعا بغض النظر او بعيدا عن الفرحه الطبيعيه جدا لينا كلنا كمصريين. طب ما فيش حد ساله وريني لائحه البطوله، وريني الاجتماع. احنا عملنا كده النهارده تحديدا، اصرينا ان احنا نعرض ده بالظبط. والجواب جالك. طب وبالتالي حضرتك عارف ان التنظيم ما كانش مسؤوليتنا. مفهوم. طب انا بقالي يومين بتهاجم على ايه؟ يعني وبعدين بنفسد ليه فرحه نادي الزمالك ان نقعد نقول عقوبات ومش عارف ايه؟ يا راجل فرح الناس الاول. الجمهور ده اللي مستني بقاله كتير، مش من حقه طبعاً يفرح؟ طبعا طبعا حقه طبعا. يعني خلينا نتجاوز الحاجات دي. والمجلس ده الحقيقه ما بيبصش ابدا للكلام ده. احنا عندنا شغل وبنشتغل، ولكن في بقت حاله يعني عدم رضا او استياء من التناول الغير محايد للمواضيع دي كلها. تمام. فيعني احنا على فكره مبسوطين ان احنا كسبنا البطوله. طبعا. بنتمنى للاهلي انه يكسب ان شاء الله. حلو قوي الكلام ده. البطوله. تتمنى فوز الاهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا. نادي مصري جميل. وتتحسب لمصر، يعني الموضوع بالنسبه لنا دي رياضه. كويس. واحنا بندير مؤسسه ومن حق الجماهير تفرح والناس كلها تبقى مبسوطه. ايه الازمه اللي احنا فيها دي؟ ليه الهجوم
وليه تصيد المواضيع بهذا الشكل؟ الناس بس الناس كان نفسها الشكل يكون افضل يا فندم، فاهم قصدي؟ الناس كان نفسها الشكل يكون افضل عشان برضو صورتنا بشكل او باخر، لكن احنا بنحاول نعرض الحقائق فيما يتعلق مين المسؤول عن التنظيم، وده اللي حصل كمان النهارده من خلال كتر خيرك يا كابتن امير انك انت يعني طلعت الحقيقه، وانا بشكرك جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المداخله الجميله دي، وببارك لك مره ثانيه. اسمح لي بس حاجه بسيطه. اتفضل يا فندم. أنا عايز أشكر الحقيقة الكابتن إبراهيم عبد الله اللي قاعد قدامك. الراجل ده من ساعة ما جينا المجلس بيبذل مجهود كبير جدا لمساعدة النادي ومساعدة المجلس في حاجات كتيرة جدا، ولا أخذ منصب، اللي أنا بقرا الحاجات دي على السوشيال ميديا، ولا طلب حاجة. هو بيحب الزمالك بصراحة. حبيبي يعني ربنا يخليك. وأنا بذهل من حبه الشديد لنادي الزمالك و يعني ولينا، وانا بشكره على الهواء قدام حضرتك. ربنا يخليك يا هاني، احنا اخوات وكلنا زملكاويه وبنحب النادي. كتر خيرك، ولو انت مكاني هتعمل كده واكتر. اكيد كتر خيرك. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ هاني. شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كنت سالتك سؤال قبل المداخله وعايز رد سريع. واحد الاصدقاء بعت لي برده عشان نكون بنعرض كل وجهات النظر بند في اللائحه، بعت لكم يا جماعه البند ده على الجروب ضروري يا ريت نعرضه. بيقول ايه البند ده؟ بيقول ان دي لائحة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يتم تنظيم جميع المباريات التي تلعب في إطار كأس الكونفدرالية بواسطة الدولة المضيفة من أجل الكاف ونيابة عن الكاف، وعليه فإن الإجراء المتبع الذي يتم تنظيمه بمناسبة كل مباراة يجب أن يخضع للتعليمات الواردة أدناه. تمام، تبقى المعلومات الواردة أدناه اللي هو فيما يتعلق بان الدولة هي او المكان اللي هيستضيف المباراة النهائية هو. يعني انا مع كامل احترامي دي لائحة اوكي ماشي. بس في جواب برضو احنا عرفناه. يعني مع كامل احترامي حتى التعليمات الواردة ادنى دي انا مش شايفها، فما اقدرش احكم لك عليه، بس ممكن يكون معلومات. يا ريت لو تعرضوا البتاع بسرعة. حاجات تانية كتير. انت قلت نادي الزمالك متهم، نادي الزمالك مش متهم في حاجة. أوكي. او انت حضرتك قلت نادي الزمالك هيدافع عن نفسه ازاي؟ أيوة. نادي الزمالك مش متهم عشان يدافع عن نفسه. ماذا لو؟ ماذا لو ايه؟ لا، هو الاتحاد الافريقي عمل حاجة كويسة. أوكي. جدا. أوكي. ان هو زي ما بيقال ان هيبقى فيه تحقيقات وتحويل. هنحقق وهيبقى فيه فرصة لنادي الزمالك انه يصوب اتجاهات الاتحاد الافريقي، وممكن يقول لهم كيفية التنظيم السليم للمباريات بالورق وبالمستندات، لان الزمالك قبل كده نظم مباريات كتيرة جدا 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 جدا. تمام. وكان تنظيم هايل يشرف نادي الزمالك. تمام. فنادي الزمالك مش متهم عشان يدافع عن نفسه. حلو قوي. وزي ما كده المحاسب هاني شكري صديقي واخويا العزيز. تمام. قال يعني في بعض الناس كاره الفرحه للزمالك. هم المشهد كان سيء، احنا وضحنا مين المسؤول. أكيد. وضحنا مين المسؤول طبعا. وده كان توضيح، والحقيقه لازم توصل للجماهير. أوكي. ومن حق الاعلام زي ما حضرتك عملت كده ينشر حقيقه، وده الاعلام الراقي. ولكن نادي الزمالك مش متهم، لكن بعض الساده كاره الفرحه لنادي الزمالك. وبعض الاسلحه اسمها ايه؟ الاسلحه الصديقه اللي دايما انا بقولها. اسلحه صديقه؟ في بقى طبعا. أوكي. زي ما ذلك او بقايا النيران الصديقه. او النيران الصديقه. أوكي. النيران الصديقه، سوري. النيران الصديقه من بقايا الحقبة السوداء. مفهوم. عايزين ينتهزوا اي فرصة يعني يطفوا فيها فرح الزمالك، بس ده بعيد. طيب. جدا. عايز اخد منك تعليق قبل ما اختم الفقرة دي سريعا. ساعة لما مجلس ادارة نادي الاهلي راح زار مجلس ادارة نادي الزمالك وبارك له. كان التنظيم مش جيد الى حد كبير. لا 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 لا. التنظيم كان هايل، انا كنت موجود. هايل وممتاز. بس هنا ايه؟ ايوه قول لي بقى. السادة الاعلاميين. ماشي. وملعبش الاعلاميين، ما حضرتك دلوقتي السوشيال ميديا. اي حد بيمسك موبايل وكاميرا موبايل خبر وخلاص. فخلاص بينزل خبر. طبعا. هو ده مجرد، لو انت حضرتك لو جبت اللقطات هتلاقي الكابتن الخطيب لما وصل. تمام. البوابه اتفتحت، كان في سجاده حمراء محطوطه. وكان في حواجز. ايوه. لكن ابتدت قله النظام امتى؟ لما مش هقول الاعلاميين. ماشي. مدعيين الصحافه اللي احنا ما نعرفش اللي هم ليهم صفحات على السوشيال ميديا. اللي هم قصدك الماسكين موبايلات. الماسكين يعني. موبايلات. أوكي. ودخلوا. أوكي. زي دلوقتي من نقابه المهنه التمثيليه خدت القرارات. والمهنه الفنيه خدت القرارات، فما تقدرش ان انت تقول، ما انت فجاه بيجي لك 3000 واحد. انا صحفي. علما ان كان في تصريحات للصحفيين المعتمدين. تمام. وكانت الدنيا منظمه، ونادي الزمالك بيعرف ينظم كويس. نادي الزمالك 100
و12 سنة طبعا. تاريخ كبير أفضل بإذن الله. مش طبعا لسه طبعا مبتدئين طبعا. عشان ما نعرفش ننظم. أكيد أشكرك على الاستضافة الجميلة. أتمنى لكم دايما كل التوفيق سواء حضرتك كمحب النادي الزمالك أكيد. وعاشق للنادي وعلاقاتك مميزة جدا بأعضاء مجلس إدارة وأيضا مجلس إدارة نادي الزمالك. أتمنى لي كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية وينجح في الملفات المختلفة الصعبه اللي بيمر بيها رغم العمل. اكيد هتخلص ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. انا متشكر ليك. تحيه غايه في الاهميه لجماهير الكره المصريه استاذ ابراهيم عبد الله عضو لجنه المراسم التفويض بنهائي الكونفدراليه وايضا عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق او اللجنه اللي كانت بتدير نادي الزمالك في فتره من الفترات. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه ان شاء الله تنورنا وتشرفنا بعد كده. بعد الفاصل نظره فنيه مهمه جدا فيما يتعلق بمباراه الاهلي والترجي يوم السبت القادم ان شاء الله الاهلي يكون موفق مع ضيفنا العزيز الكابتن شريف عبد الفضيل. استنونا بعد الفاصل من اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين في بلاس 90 فقره حواريه ثانيه في حلقه بلاس 90 النهارده. بيشرفني وينورني نجم النادي الاهلي السابق ومنتخبنا الوطني الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل النجم الكبير قوي. كابتن شريف ازاي؟ مساء الفل عليك يا ميرو. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الدنيا كويسه؟ زي الفل الحمد لله. لا بص بقى ماتش الاهلي قرب. ايوه ونهائي مهم جدا وبطوله ان شاء الله جديده للكره المصريه وللنادي الاهلي. جديده وصعبه. وصعبه جدا جدا. عايزين نتكلم على الماتش. عايز لو عندك اي تعليق طبعا فوز نادي الزمالك الاول وتبارك اتفضل وبعد كده نخش في ماتشات الماتش الاهلي اللي جاي. طبعا بنقول مبروك كانت ليله بيضاء لجماهير النادي الزمالك طبعا. مبروك ليهم ومبروك للجماهير ومجلس اداره واللاعبين. يعني بطوله مستحقه مستحقه بعد تعب لان البطوله دي من البطولات الصعبه. بالمناسبه انا اول احنا الحمد لله النادي الاهلي هو اول نادي في مصر حصل على بطوله الكونفدراليه سنه 2014 2015 صح. انا كنت موجود فيها الحمد لله. دي كانت اخر بطوله افريقيه ليا بالمناسبه. الحمد لله انا بعدها كانت ودي كانت اخر بطوله فضلت في النادي قعدت شويه يعني بعد كده اجيبها بعد كده بقى ساعه موسيماني بقى نهائي القرن. فالف مبروك لجماهير نادي الزمالك. كانت بطوله مستحقه رغم الغيابات ورغم نقص العدد لبعض اللاعبين. كان بس نفسنا التنظيم احسن من كده ولكن مبروك ليهم طبعا. اكيد ان شاء الله بقى الفرحه تكمل بالاهلي طبعا. فكلمني بقى شويه فني كده على الاهلي ايه المطلوب ورايك ايه في الماتش الاولاني هناك تاثير غياب علي معلول. كيف سيتعامل كولر مع غياب علي معلول؟ هل ممكن نلاقي مفاجات في مباراه الاياب ولا لا كابتن شريف من وجهه نظرك؟ في البدايه طبعا بنقول ان كولر ادار المباراه الاولى بحنكه واقتدار خلاص ولكن حنكه واقتدار طبعا كان لازم ينقصنا بس الشراسه الهجوميه والفعاليه ان انا يبقى عندي الجرأه ان انا اخلص المباراه هناك. انا ليه ما كانش عندي الجرأه ان انا اخلص المباراه وكانت في ايدي صح. وصلنا واستحوذنا وكان لينا الشكل ولينا القدره ان احنا ما بتخليش فريق الترجي يعمل بيلد اب بتاعه نهائي. بنعمل ضغط عالي من فوق بنعمل استحواذ في وسط الملعب بشكل جيد. كل الكرات الثابته يمكن هي اخطر كره بالنسبه لهم لحظه اصابه علي معلول في الشوط الاولاني. انت عارف ان الكره دي مصطفى اللي طلعها ولا لا؟ مصطفى لمسها لمسها غيرت مسارها شفناها دي كانت جول طبعا طبعا ما شاء الله عليه. لا ممتازه مصطفى طبعا لو كان ما شاء الله مش عايزين نتكلم عنه كتير لان علي معلول الناس كلمت عنه كتير فاتصاب فواضح ان هي عين وحشه صابته فنتمنى له الشفاء العاجل وربنا يشفيه من كل سوء يا رب. مش عايزين نتكلم على مصطفى عشان ما يحصلوش نفس الكلام ونزعل كلنا يعني. فربنا ييسر الحال ان شاء الله ونعمل مباراه تليق بالنادي الاهلي ولكن خلينا نرجع في الحته الفنيه ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. لحظه الاختراق الوحيده هي كانت لحظه اصابه علي معلول في المكان بتاعه على طول في الظهر وفي مكانه بالظبط. حتى حسين الشحات ما لحقش يلحق الباك رايت وهو بيعملها وحصل الكروس المميز وراجل راس حربه رودريجو بتاعهم قدر يعمل ضربه راس ممتازه وانقذها مصطفى شوبير ببراعه صح. وخلي بالك في حراس مرمى تانيين ممكن ينزل يعمل الاكشن بتاعه ينزل او ما يفتحش اي اكشن يعمل كده يديه تحت يعمل يديه تحت كده وخلاص بالزبط. انما عينيه شايفه الكوره كويس ومعاها كويس فممتاز مصطفى شوبير. مكسب المرحله مكسب المرحلة للنادي الاهلي. انا فاكر لو تفتكر هنا يمكن دايما كلامنا هنا امير معاك كان ليه ابعاد كبيرة جدا. انا قلت لك انا مرنت مصطفى السنة اللي فاتت كان معايا فريق الشباب كان معايا فريق الشباب واشتغل معايا قلت لك ده شخصية قوية جدا وما بيخافش وعنده كواليتي حارس مرمى مختلف بيبني الهجمة من تحت وعنده قدرة شخصية وبعدين ما شاء الله ما بيخافش وما بيهبش الماتشات الكبيرة وبدليل اول مباراة ليه مع النادي الاهلي كانت الوداد
صح نهائي وادى مباراه روعه. تخيل انت لاعب ناشئ حارس مرمى بالذات المركز ده خطر جدا وصعب جدا تبقى ناشئ وتلعب فيه بتفرق كتير جدا معاك وفي الاخر شفنا مصطفى شوبير على الاستمراريه والاداء الرائع بتاعه. اذا اللي كان بينقص النادي الاهلي الفاعليه الهجوميه اللي كان من خلالها ممكن يخطف هدف يريحه شويه في ماتش الاياب. بالظبط بالظبط لان انت فريق الترجي فريق متمرس فريق الترجي هو الفريق الوحيد اللي لعب صن داونز اربع مباريات كسب مباريات ثلاث مباريات وخسر مباراه من فريق صن داونز في اخر كام سنه خلي بالك صعب قوي صعب جدا. يبقى انت هنا خد بالك فريق الترجي اقوى فريق دفاعيا معاه مميش الحارس المرمى بتاعه من اقوى حراس المرمى على الفتره اللي فاتت زي يوسف شوبير بالظبط كلين شيت وتصديات ولاعيب صغير واعد حارس مرمى على اعلى مستوى فتتكلم في خطوط الدفاع متقاربه قوتها حراسه المرمى متقاربه قوتها فهنا تكمن المشكله الحقيقيه ان انت بتلاعب فريق قوي منظم دفاعيا جدا. نرجع تاني للنغمه بتاعتنا نقول شمال افريقيا بنتكلم رقم واحد تونس مغرب ويجي وراهم بعديهم بشويه كده الجزائر يجي وراهم الفرقه الافريقيه ماشي اصحاب البشره السمراء اوكي هم اقوى فرق تنظيميا وذهنيا وفنيا أوكي. الفرقه التونسيه ثم المغربيه ثم الجزائريه عندنا مشكله كبيره هتقابلنا فريق الترجي فريق منظم وعنده وعي تكتيكي عالي جدا ايوه ومدرب محنك مدرب كويس برتغالي محنك جدا وفاهم جدا وقال لك احنا عارفين هنلعب ازاي الماتش اللي جاي في القاهره وعارفين يعني ايه الاهلي في القاهره ويعني ايه جماهير الاهلي. لا انت لسه ما تعرفش جماهير الاهلي هتعرفها لما تيجي لما تلاقي النار في المدرجات حمراء بتنبع من كل شبر في المدرج ده بس وصف مجازي عشان بس طبعا. ما تتاخدش اقول لك ده في نار في المدرجات لا نار يعني شعله الجماهير والله عشان دي نقطه مهمه والله يا امير انا اتمنى ترجع الشعله تاني في المدرجات دي بتنبع من الحب وعشق للناس ودي بتفرج طاقه مكبوته عند الناس حلوه بس مش عايزين تبقى مبالغ فيها ولكن حاجات بسيطه عشان خلي بالك زئير الجماهير او صوت ما هو الجماهير ده اهم من اي شيء التشجيع في الملعب احنا مش عايزين شغب ساعات الشماريخ بتعمل دخنه بالضبط يعني مثلا ماتش الترجي هناك دخنه دي بتاثر على الرؤيه ممكن تاثر على فرقتك انت خلينا بتشجع انا معاك ولكن الحاجات دي بيبقى طبعا بتبقى انا كلاعيب في الملعب بحب الحاجات دي جدا ببقى عايز اطلع اجري على المدرج في لعيبه بتسخن مع الحاجات دي طبعا ولكن احنا دايما في اطار الانتظام والانضباط في المدرجات ده مهم جدا. قول لي في مباراه الاياب كيف سيعالج كولر غياب علي معلول او كيف سيتعامل مع هذا الغياب المهم مين اللي يلعب كريم فؤاد يستمر اللي قدم مباراه كويسه جدا ممتازة. ولا كوكا يلعب في المكان ده وهو جاهز خلاص ولا في حد تاني ممكن يا رب افتكر ممكن يلعب في المكان ده مش متذكر مين بالظبط لكن يتعامل ازاي مع المركز ده تحديدا قبل ما اتكلم في بقيه التشكيل انا بالنسبه لي خلي بالك فكره ان هو يبدا بكوكا او كريم الدبيس كريم الدبيس كمان كريم الدبيس موجود كولر كريم فؤاد لا كريم فؤاد كريم فؤاد لا كريم فؤاد لان اولا اجاد كريم فؤاد يجيد اللعب في المراكز الاماميه الباك رايت والباك ليفت جناح رايت جناح ليفت بيجيد اللعب في المراكز دي وياما لعب فيها واجاد وكان عاجبني شخصيته وهدوءه لما نزل عنده ثقه كبيره لا ثقه وعنده سرعات قوه ولكن هنا هقول لك انا بقى نقاط الضعف عند كوكا رقم واحد كوكا عنده بطء شويه في الحركه في السرعه مش في الحركه في السرعه الباك دايما الخط محتاج سرعات ماشي. عشان هيبقى عندك لعيب جناح اسرع وامهر منك فهتبقى عندك مشكله وكمان هيبقى عندك مشكله في الحته الهجوميه كريم فؤاد بيبقى عنده النزعه الهجوميه كمان هيقدر يعمل دي وهيقدر يعمل دي طبعا احنا كلنا بنتمنى يبقى واحد اشول يلعب ناحيه الشمال ولكن انا بقول لك كريم الدبيس مش عايز اظلمه في مباراه كبيره زي دي مجيش هو بعيد بقى له فتره وانت بعده مش مديله الثقه انت مش مديله ليه بعده ليه؟ انا عايز اعرف معرفش هو كان قرب جدا ومقتنع بيه جدا ولعب كام ماتش ولعب وبيأدي وبيزيد التسلسل بتاعه في المباراه جدا خلي بالك لعيب الكوره هل في واجبات فنيه من وجهه نظرك بتشوف ان ما قدرش يأديها على اعلى مستوى كريم الدبيس فده ادى ان كولر ما يشركوش في المباريات الفتره الاخيره عشان شايف كواليتي علي معلول مختلف علي معلول بيعجز اي حد وراه بس علي معلول بص دايما بتدور على اللي وراه اسمعني بس انا هقولها لك لما باجي العب باك ليفت بشوف امكانيات الباك ليفت ده وببص على التاني بلاقي فروق كبيره قوي لان علي عنده جاب هو الفرق ما بين علي وبين اي حد, أي حد في افريقيا طبعًا. كبير بصراحه فهي دي اللي اثرت معاه عشان كده بقول لك هتلاقيه مثلا بيلعب عمر كمان لعب واحد في الدوري كان باك ليفت ما هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لك والله طب انت عندك واحد بعدلته الشمال ليه ما بتلعبوش ما بتدوش الثقه يبقى عنده نواقص حته في الهجوميه حته في الشخصيه نواقص خلي بالك انا بقول لك طبعا في التدريب بتبان وشخصيتك يعني مثلا انا ساعات في التدريب اجيب لعيب هبداه مباراه احس انه مهزوز ما بيديش كويس خايف يهاجم يبقى انا يعني وانا موقفك تدافع بس فدي تبقى مشاكل دفاعيه
ورؤيه فنيه للمدير الفني. خلي بالك كلها وجهات نظر فنيه. انت مع انك تلاعب واحد بعدلته احسن كباك ليفت او باك رايت، ولا ممكن ان انت توظف واحد في مركز صعب زي ده؟ انت شايف اللي قدامك ده لعب باك ليفت قد ايه في النهائيات؟ لا نهائيات لعبت في لعب في الترجي اعتقد ترجي النهائي انا لعب باك ليفت. كان معايا شديد وصابر رحيل بالظبط كانوا موجودين وانا لعبت عليهم. سي سبورت هناك انا نازل باك ليفت وبادئ هنا باك ليفت. سوبر سبورت النهائي الكونفدراليه هو ده سوبر سبورت ايوه فاكر. لا والله سوبر سبورت النهائي سي سبورت اوكي سي سبورت ده نهائي الكونفدراليه ايام جريدو الاسباني جود متعه. انا بادئ باك ليفت في الماتشين، يبقى دايما انا كان عليا اتنين بيلعبوا طيارات بالمناسبه. احنا المباراه دي مش عايز اقول لك احنا كسبناها ايه، الحمد لله ان احنا كسبناها بامانه. الفرقه دي كان عندهم اربع مهاجمين قدام يعني الخط الامامي مش طبيعي، هم بيطيروا من على الارض. لعيبه سريعه جدا والله العظيم امين. فانا كنت مطالب ان انا عندي سرعات وعندي قدرات ولعبت باك ليفت هنا وهناك كان جريدو الاسباني وفي اتنين باك ليفت موجودين. فهي بتبقى راجعه. انا ليه دايما بضرب لك مثل هي دي ونهايه ترجي تونس هنا، الترجي التونسي عندنا انا كنت بادئ باك ليفت 2012 13 كنت بلعب على اثنين كانوا اقوى اثنين 12 13 هاريسون افول اعتقد والباك رايت الثاني كان بتاع منتخب تونس ساعتها. ماشي كنا بنلعب انا وليد سليمان. خليناهم ياخدوا الاثنين انذار في انذار الماتش اللي هناك ما لعبوش فالحمد لله كسبنا 3. انتوا متعمدين كده 2-1 انتوا مركزين على ان انتوا تعملوا كده. طبعا انا بلعب مخصوص عشان اوقف الجبهه دي. حلو بس ان انت بتحاول تخليهم ياخدوا انذارات يغلطوا معايا وليد وسليمان قدام قام بالمهمه دي بشكل كويس جدا وانا معاه ما كناش مدين اي مساحه. وانا بيني وبينك الحمد لله لما بشتغل على حد خلاص يعني ما انسى يعني بفضل الله يعني. فالحمد لله اشتغلنا على الحته دي كويس جدا. فانا من خبراتي نرجع بقى للمهم هنا مين اللي هيلعب باك ليفت. فبقول لك في احتياجات مباراه النهائيه مش شرط ان انت تاخد نزعه هجوميه من الباك ليفت. انا عندي النزعه الهجوميه ممكن تبقى بشكل كويس هتبقى من هاني هشتغل وعندي التلت الهجومي عندي على اعلى مستوى هديله اريحيه هيبقى الكثافه الهجوميه موجوده عندي. بيرسيتا وحسين الشحات وباسم ابو علي ان شاء الله هيشتغل بشكل وسام ابو علي هيشتغل بشكل كويس وعندي هيجي من تحتهم امام عاشور هيبقى موجود واعتقد بنسبه 90% 95% التشكيل هيبقى هو باستثناء الباك ليفت يبقى كريم فؤاد برضه. هيبقى كريم فؤاد ممكن يكون في مفاجات وارد ولا لا في الحته دي؟ ما اعتقدش ان هو اقرب واحد. لا مش في الحته دي انا بتكلم بشكل عام في التشكيل. ما اعتقدش هو الوحيد الورقه الوحيده اللي ممكن تخش واعتقد لا برضه هو رضا سليه ما يبتديش يبقى معايا ورقه. خلينا نبدا بالشكل بتاعي ده. احمد عبد القادر مهمه جدا بس راجع من اصابه بس جاهز راجع من اصابه برضه ما يبداش ماتش زي ده. لا مش بقول يبدا بس ورقه يبقى معاك على الدكه ولا لا يبقى معايا على الدكه طبعا. أوكي. طبعا طالما جهز فنيا لعيب مصاب ما ينفعش اجي اخد يبدا ماتشات ولكن يبقى موجود معايا تغييره. ده هيبقى مهم جدا ولعب قادر شخصيه وكان على بص لمرحله ممتازه الفتره الاخيره فنيا. فانا محتاجه جدا الفتره اللي جايه بالذات يبقى متواجد في التمرينات وادي له دافع واتكلم معاك مدير فني. لازم اجي له وادي له وحق ان انت اللي هتفرق معايا الحاجات دي معنويا للعيبه امير بترفعه للسماء. بقول لك ايه عايز اسالك سؤال يعني نتخيل بيه ممكن ايه اللي يحصل سيناريو او سيناريو معين. ماذا لو تعادل الاهلي في هذه المباراه حتى اللحظات الاخيره اشترك مودست فسجل هدف الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا تمام هل ممكن ده يغير من مستقبل مودست يعني؟ ارد اللعيبه على السؤال الجميل سؤال لولبي وخطير والله سؤال ولا حاجه بس السؤال ده كل حاجة في الكرة واردة. السؤال ده عايز عقد دلوقتي. عايز ايه؟ عايز عقد. بمعنى ايه؟ لو جاب البطولة؟ هودي له 6 شهور زيادة. والله. والله العظيم. أنت كده كرمته. ما لا ياخد 6 شهور زيادة. ياخد 6 شهور زيادة. عشان البطولة دي. طبعًا جايب لك بطولة. وبعدين ماتشات الدوري. أنت بقى اشراك مودست في الماتش ده؟ لا في وقت معين. ممكن لو عندي كثافة هجومية ممتازة أنا محتاج المباراة محتاج إن أنا أوصل في وقت معين لا. محتاجه جوه الصندوق هيخلص لك ماتشات صح ذكي جدا زي ماتش فيوتشر فيوتشر والمحله والمحله لا 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 هو عنده اولا ذكي
هو بيع، هو عنده خبرات كبيره جدا طبعا، عنده قدره ورؤيه بالمكان واحساس بالمكان. اولا بيعرف يسند كويس قوي، بيحضر ما بيقلفش اللي وشه، وعنده احساس بالمكان، لو جات له بياخدها دايما على الطايل فريست تايم، كل الامور دي تبقى جاهزه المودست على الاقل، بيدينا خبراته وده نستفيد بيه في الوقت ده وفي البطولات دي مهم، بس في وقت قليل. في وقت انا محتاج كثافه هجوميه، هيبقى فيرود مع فيرود تاني، زياده عدديه من الاطراف، زياده عدديه من وسط الملعب، كل ده بيبقى عندي وانا ضاغط ضاغط ضاغط، انا عايز اخلص الجيم صح، فمحتاجه معاه ناس تانية مساندة، انما مش هديله في مساحات. مفهوم مفهوم، مش هديله في مساحات، هو بتاع صندوق، بتاع صندوق وعايز كور عرضية، بس معلول مش موجود. لا بس هنوصل بيرست او هيوصل، هاني هيوصل، امام عاشور اللعب الصغير هيوصل، وهو ممتاز في اللعب الصغير، في بيسند ازاي لتحت، هندي له كوره، يبقى احنا فهمنا لعب بيرستاو مودست سوري، فهمنا لعبه بشكل كويس، بيعرف يسند كويس قوي للناس اللي جايه بوشها عشان يعملوا الفينشنج بشكل كويس، وعملها في ماتشين ثلاثه وخلصناهم. يعني انت بتتوقع ان مودست ممكن يكون ليه دور لو الموقف تأزم الله لا يقدر الاهلي في الدقائق الاخيره من المباراه؟ طبعا. وكهربا يا جماعه، كهربا ده مهم جدا، يعني انا كان نفسي كهربا يجي له ربع ساعه في الماتش الاخير مكان اسامه ابو علي، مع انه عمل مباراه هايله، مساحات والضغط والبريشر بتاعه، قدرته على الاحتفاظ بالكوره، حاجه مختلفه، حاجه ما شفناهاش بقى لنا كتير بامانه. وانا اتكلمت برضو، برجع اقول هنا الحمد لله كل كلامنا بيطلع على المدى البعيد ممتاز، ووجهه نظرنا واحده وما بنغيرهاش، وكل اللي بنقوله بفضل الله بيطلع يعني الحمد لله كلام مظبوط. طيب ازاي يتفادى كولر السيناريو الاصعب، ربنا يستر، وان مثلا الله لا يقدر الاهلي يستقبل هدف، لا قدر الله، يعني لو تتفادى الهدف ده ازاي، تشتغل ازاي؟ هل استراتيجيتك في المباراه دي مبنيه على انك لازم تجيب هدف ويبقى فيه تسرع ويبقى فيه مجازفه هجوميه، ولا يبقى فيه توازن، او يبقى فيه تامين دفاعي في البدايه؟ انت تفضل ايه؟ رقم واحد الجمهور، اللي هو رقم واحد معايا الوعي بتاعه بقى. هنا انا عايزك تلعب معايا الجمهور، تلعب معايا، انا بكلم الجمهور قبل المدير الفني، تخيل ازاي بقى يعمل الجمهور، الهدوء والدفعه المعنويه بتاعتك، وتشجعني ما تهبطنيش، ما تحفزني، ما تهمدنيش، تمام، ده مهم جدا. انا انت رقم واحد بالنسبه لي، انت الداعم الحقيقي ليا، خلي بالك انت لولا وجودك انا ماليش وجود، ده تمام. جمهور لازم تفهم ده، انت جمهور الاهلي رقم واحد، يبقى انت معايا من اول دقيقه، لا قدر الله جه فيها جون، انت الحافز رقم واحد بتاعي، ادعمني بقوه. اللعيبه بقى دورها، ايوه، وكلام الراجل بين في قبل الماتش ايه وبين الشوطين ايه، راجل كولر، الهدوء والشخصيه والثقه، وان انا هرجع انا ما اخسرش نهائي زي ده على ملعبي وسط الجماهير دي، الشراره الحمراء اللي موجوده. ايه الجمهور الاهلي متخوف من سيناريو ماتش النجم الساحلي في 2007؟ بص انا عارفه طبعا، اطرد عماد النحاس جاب جون واطرد بعدها وخسرنا 3-1 ساعتها في المباراه دي، كانت مباراه كارثيه عشان احنا رايحين عمالين نحتفل ضربه جزاء واتظلم وما اتوقف الماتش الثاني، احنا رايحين المباراه من قبليها بنحتفل بالمباراه واحنا كسبنا المباراه، وده اخطر حاجه في الكوره. وانا قلت قبل كده يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش البطولات الكبيره والنهائيات الكبيره زي دي تحتفل قبل المباراه، اوعى ولا توصل احساس اللعيبه، وصل لها احساس انها ما كسبتش، ولكن بيحصل عمليه ارتخاء سكون وستريس عصبي اكتر على اللعيبه. السكون لما بيجي بيعكس، في فرق لما تهديني قوي، لا ما تهدينيش قوي، خلاص في فرق، اعمل 50-50، لان لما بتسكنني قوي بيحصل عكس، بيحصل عمليه ارتخاء للعيبه في الملعب، بتقلب بشد عصبي. دي كارثه، دي كارثه، اقسم بالله العظيم في الكوره، لان انا خلي بالك انا كنت في لعبت قدام الترجي رادس ده مثلا بتاع 4-5 مرات، وفي استاد القاهره ترجي كتير، وانا في الاسماعيلي لعبت قدام الترجي كتير. ففريق الترجي عمره ما كان سهل طبعا، ولا هنا ولا هناك. انا يمكن اخر ماساه ليا لعبت قدام الترجي، اعتقد طبعا كانت الحمد لله الحصول على البطوله 2012 مع كابتن حسام البدري، وكان قبلها الماساه بتاعت احنا طلعناهم المجموعات وانرامو، انرامو ده، دي كانت كارثه. بركات اتطرد بعد تلت ساعه، 25 دقيقه من فاول. انا على فكره بالمناسبه انا اللي عامل الكوره على الخط، بركات اعترض فخد انذار الكوره، الراجل ماسكني كان راجل راس حربه فرنسي عندهم، كان لسه جاي من الدوري الفرنسي يشتغل مع الترجي، مش فاكر اسمه، عصام حاجه كده، وينجر كان جامد جدا. كان فريق الترجي جامده، طبعا مش بهزر، لا فريق جامد قوي، كان فريق تاريخي. وبعدين الفريق معظمها في منتخب تونس، ماشي، الراجل متشعلق، كان الدفاع وليد الهشري كان كويس قوي قوي، بس حطينا عليهم في الاخر الحمد لله، ما تقلقش يعني. فالراجل اتعلق في التيشيرت بتاعي على الخط، خلاص ماسكني كده، التيشيرت كله طالع والحكم شايفه، خلاص انا الراجل طبعا مش هيعدي، فماسكني وبيلف بيا،
غصب عنك هتلاقي نفسك بتلف. فانا سبته ووقع لقيته بيحسب عليا فاول وبيديني انذار. الكره كانت بعيده مفيش بركات لوحده جه منفعل وانا انفعلت خناقه دي بلينا بيطلع البركات الاحمر. ايه يا عم الدنيا المهم انا افهمك حاجه في حكام افريقيا بس عشان تبقى فاهم. لو عايز ما يلعبكش خمس دقايق في الماتش مش هيلعب عادي جدا هيكتف والله العظيم اقسم بالله تحصل. رايحين مثلا نص ملعب هجمه مرتده تيت فاول تيت مش كره وهي في الهواء تيت فاولات. فسهل جدا الحكام الافارقه يعملوا كده. الحمد لله بوجود الفار مع التكنولوجيا الحديثه مع الكاميرات الكتيره قلت بنسبه كبيره تواطؤ الحكام. يامن دفاعيا في الاول يقسم المباراه ازاي ولا يعمل ايه كولر سريعا قول لي. تامين دفاعي بشكل كويس تنظيم الكثافه الهجوميه والدفاعيه. ما فيش حاجه اسمها برضو امن دفاعي بس بتنظيم ماشي. مفيش حاجه اسمها الدفاع بس اللي يبقى مركز والبيت خطوط طايره لا خطوطه قريبه ده اسمه التنظيم. خط الوسط خط الدفاع خط الهجوم عمليه الكومباكت بتاعي هعمل كومباكت ضاغط فوق زي ما عملت على ملعبهم هناك هعملها هنا بس بقى بشراسه. الكثافه الهجوميه بتاعتي والضغط الهجوم هيبقى شرس. انا عايز اعمل فينيشنج على الجون عايز اجيب جون بدري عشان اخلص الجيم ده اللي مطلوب مني ان شاء الله باذن الله. وتوقعاتك ايه؟ ان شاء الله نكسب 1-0 برضه وتنتهي على كده باذن الله تعالى. يا رب يا رب باذن الله كل شيء في النادي الاهلي مع بعض يوم المباراه بعد الماتش ان شاء الله ونكون فرحانين كلنا. هيشرفني طبعا ساعتها الكابتن شوف عم فضيله الكابتن الاردني ان شاء الله كمان ينورنا. تبقى حلقه سعيده ومبهجه بتتويج النادي الاهلي ببطوله قاريه ثانيه لمصر بعد تتويج نادي الزمالك الكونفدراليه وبطوله رقم 12 للنادي الاهلي ورقم كبير جدا ما شاء الله بطوله الابله بس يا رب تخلص على خير ونفرح كلنا. كابتن شريف نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا امير بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه في حلقه كانت دسمه جدا النهارده مليئه بالاخبار والكواليس والفقرات الحواريه الهامه والتوضيحيه بشكل كبير جدا. بكره باذن الله تعالى هنكون مع حضراتكم في حلقه جديده من بلس 90. تصبحوا على الف خير الى اللقاء.